بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير جميعا، اهلا بحضراتكم، ويلكم باك بعد انقطاع اسبوعين. كل سنه وحضراتكم طيبين. ثانكس سو ماتش فور اكسبتنج اور انفيتيشن عشان حضراتكم تكونوا موجودين معانا النهارده. في البدايه احب اعرف حضراتكم بنفسي. انا محمد الشافعي، ام سينيور برودكت مانجر فروم حكمه فارماسيوتيكالز. النهارده احنا على موعد مع احد قامات طب الاطفال في جامعه اسكندريه بل في مصر كلها، بروفيسور دكتور محمود الزلباني، بروفيسور اوف بيدياتريكس الكسندريا يونيفرستي. وايضا بنتشرف بوجود الاستاذ الدكتور محمد زنون كمودريتور للسيشن النهارده اللي هيتكلم عن الارت اوف انتيبيوتيك بريسكريبشن. حقيقه احنا في حكمه وي ار ذا هاوس اوف انتيبيوتكس، هاوس اوف انتيبيوتكس فروم ذا فيرست جنريشن وي هاف كافليكس، فروم ذا سكند جنريشن وي هاف سيكلور، فروم ثيرد جنريشن وي هاف سوبريكس اند اومنيسيف، من الكوموكس كلاب وي هاف اميجاموكس، فروم الماكرولايد وي هاف زيسروكان، بلس وي هاف حكمه سبيشاليزد فارماسيوتيكالز ويز دايفرسيفايد بورتفوليو من الانجكشنز. مش هطول على حضراتكم كتير عشان وقت الدكتور زنون وقت الدكتور محمود الزلباني. بشكر حضراتكم مره تانية على قبول دعوتكم، على قبول دعوتنا ووجود حضراتكم معانا. دكتور محمد اتفضل، مع حضرتك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بشكرك جدا يا دكتور محمد، وبنشكر شركة الحكمة على التعاون الدائم والمستمر ده. والحقيقة بعد ما ريحنا في العشر أيام الأخرى من شهر رمضان الكريم، اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يكون تقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن، وأن يجعل شهر رمضان الماضي انتهى وقد أعتقت رقابنا جميعا يا رب من النار. النهارده ان شاء الله معانا يعني شخصيه جميله، معانا الحبيب الغالي لكل اطباء الاطفال ولكل من عرفوا الحقيقه. يعني انا الدكتور محمود الزلباني استاذ طب الاطفال وامراض الصدر في الاطفال بجامعه الاسكندريه، ورائد من رواد طب الأطفال وأمراض الصدر في الأطفال. الحقيقة من الشخصيات، أنا قلت في البوست النهاردة الله حسيبه ولا أزكيه على الله. الدكتور محمود من الشخصيات اللي لما تقابلها ولا تحس إن هو موجود في مكان كده كأنه نسيم وعطر بيحوم حولنا بهدوءه، ما بتحسش بوجوده، فهو رمز لنا كلنا، مثال لنا كلنا في الأخلاق، في العلم، في الاحترام، في الالتزام. لن أطيل عليكم، أنا بدعو أستاذي اللي هو يعني تاج رأسنا كلنا وشرف وجوده بيننا النهاردة، شرف لنا طبعا أن هو يكون متواجد النهاردة، أستاذي الأستاذ الدكتور محمود الزلباني. أستاذنا، إزاي حضرتك؟ اهلا دكتور محمد، اهلا بيك حبيبي. ربنا فكره يبارك فيك. المقدمه الجميله دي وان كنت يعني ما استحقهاش، لكن انت اهل فضل. لا لا انا لا انا قلت لا ازكيك على الله، لان ده من قلبي واعتقد من قلب كل اللي بيحبوك. الناس كتيره فرحت لما عرفت ان الدكتور محمود الزلباني هيبقى موجود معانا النهارده، فربنا يا رب يجعل الاعمال كلها خالصه ويبارك في حضرتك يا رب، وعاوزين نسعد بيك النهارده. الله يخلي حضرتك، ده شرف ليا في الحقيقه. دكتور محمد بريزيدنت اوف ذا ايجيبشن بيدياتريك اكاديمي، والشكر موصول طبعا لشركه حكمه ممثله في الدكتور محمد الشافعي الزميل العزيز والاخ الغالي. شركه الحكمه بتعمل سبورت للكونتينوس ميديكال ايدوكيشن بروجرامز، واحده من ضمن الكوميتمنتس بتاعتها ناحيه مجتمع الاطباء في مصر، واحنا بنشكرها على كده في الحقيقه وبنحييها. هم ناس نوت بايزد ات اول، وفي الحقيقه بيبقوا كوميتد للساينتفك اكتيفيتيز بشكل فيري بروفيشنال. والشكر موصول كمان للدكتور وسام شركه كواردز والتيم اللي معاه فور تكنيكال سبورت. في الحقيقه عاملين فيري اليجنت اند فيري professional technical support عشان الويبينار يطلع. وطبعا اهلا بكل اللي حاضرين، بنشكرهم على وقتهم، واتمنى ان شاء الله ان انا اقدر اضيف ولو بسيط قوي العلم حضراتكم في الفيلد اوف بيدياتريكس. واحد من اهم حاجه الحاجات اللي احنا بنهتم بيها او في البيدياتريكس هي الانتيبيوتكس والانتيبيوتك بريسكريبشن. فتسمحوا لي ابتدي؟
اتفضل يا استاذنا اتفضل. وانت وعدتنا ان الموضوع هيبقى بصوره مبسطه عشان معانا جينيورز كتير وشباب اطباء كتير، فان شاء الله نتمنى لحضرتك كل توفيق يا رب. ربنا يوفقني ان شاء الله يوفقكم. انا في الحقيقه زي ما وعدت ان الموضوع فيري براكتيكال، لان الانتي بايوتيك زي ما كلنا عارفين احنا بنستخدمها بكثره لدرجه انها بقت ابيوزد، يعني في عندنا سوء استخدام للاسف، في سوء استخدام للانتي بايوتيكس. فاحنا عايزين نعرف احنا بنكتب انتي بايوتيكس ليه اولا، وايه هو عشان نعرف احنا بنكتب انتي بايوتيك ليه، يبقى لازم نعرف ايه هو الانتي بايوتيك وبنكتبه ليه، وهل الانديكيشنز اوف انتي بايوتيكس لازم تبقى كلير قوي ان ذا مايندز اوف جنرال براكتيشنرز، وليه ان خطوره ان احنا بنستخدم الانتي بايوتيكس ان ان اكسسيف اماونت وبطريقه بايزد، دي اهميتها ايه، ولازم نبقى عارفين ان الانتيبيوتكس لها استخدامات. اول حاجه لازم نعرف او انا اتعرف معاكم على ايه هي الانتيبيوتك. من اسمها باين انتي بايوتيك، بايوز ان لاتين مينز لايف، فايت سمثينج اجينست لايف. بس عشان تاخد الديزينيشن صح بتاع انتيبيوتك لازم نعرف انها سبستنس بتطلع من لايف اورجانيزم تو انهبيت أو destroy the limit of growth of another living organism. It is from a living organism to a living organism. طبعاً العظماء زي ألكسندر فليمنج اللي حصل على جائزة نوبل في السلام في الأربعينات، هو أول من اكتشف أن البنسلين مولد فانجس is the origin of a substance when present in a dish for growing bacteria it inhibits the growth، واخذ عليها جائزة نوبل، وده كان بيعتبر يعني من اعظم اختراعات البشريه او من اعظم انجازات البشريه موضوع ان البنسلين يكتشف. الحاجه الثانيه اللي عايزين نتكلم عليها، ايه الفرق ما بين السينثيتك انتي بايوتيك والاوريجينال انتي بايوتيك؟ واكسمان في الستينات في الأربعينات قال إن الـ term of antibiotic was coined by كذا to describe any substance produced by a microorganism that antagonists or antagonize the growth of other microorganisms even in high dilutions. فده الـ definition بتاعه. السؤال بقى، هل كل بكتيريا is an enemy ولا some of the bacteria احنا عايشين معاها وعايشة معانا and they are real friends، اصدقاء حقيقيين لنا، وهل احنا لما بنستخدم substances to destroy our friends of bacteria is it logic or not، وامتى استخدم antibiotic against bacteria وامتى leave البكتيريا in peace. في الـ following slides احنا طبعا الإرق اللي طلع في العالم كله النهاردة عن الميكروبيوم اللي هو النورمال ميكروبيال كوميونيتي اللي احنا عايشين معاه وعايشة معانا، عايشة معانا في الجي اي تي، في الريسبيراتوري سيستم، في النوز، في الاي، في السكين، في الجينيتوري يورينري سيستم، في اليورين. دي بكتيريا عايشة معانا، ودي very 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 important بالذات الـ gut microbiota، لدرجة انه بيتقال ان this is the hidden organ، وان وزن الـ gut microbiome او الـ gut microbiota الموجودة عندنا يوازي حوالي 2 كيلو وشوية، لو جمعناه ووزناه يعني بيطلع اكتر من وزن الليفر، وان عدد الميكروبس الموجودة في جسمنا عايشة معانا وعايشين معاها بالذات في الجي اي تي 100 تريليون بكتيريا سيلز، ودي 10 مرات قد اور اورجان سيلز اتسلف. فكلنا عارفين طبعا ان البكتيريا بتتكون من دي ان اي، والدي ان اي ده جينيتك ماتيريال، علشان احنا نعيش مع هذا الكم من الفورين جينيتك ماتيريال جوه جسمنا لازم يحصل حاجه اسمها سيمبيوزم،
سيمبيوزم اللي هو التوافق او الانسجام ما بين البكتيريا اللي عايشه جوانا واحنا. عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا بنعمل what is called microbial host mutualism of the gut. وده له فوائد كتيره جدا للبكتيريا نفسها، لانها بتلاقي لها نيش تعيش فيه، لها مكان تعيش فيه، وان الانتستينال ميكوزا نفسها بتديها سورس اوف نيوتريشن. فدي بنفيتس للبكتيريا نفسها. البنفيتس اللي لنا احنا منها حاجات كتيره قوي، انا شايف ان اهمها هي تدريب الاميون سيستم بتاعنا. بمعنى ايه؟ الاميون سيستم لو ما فيش حاجه بتعمل له تشالنج، زي بالظبط فريق الكوره اللي ما بيتمرنش، ساعه ما هيحصل له يتعرض ان هو لازم ينزل في كومبيتيشن هيتعب. فلو هو مش متمرن كويس ومش متعلم ان هو يتعامل مع الميكروب بشكل جيد، يبقى احنا هنخش في مشكله انها untrained immune system. ودي مهمه جدا جدا. عشان كده البكتيريال colonization early in life is very very important for the immune system. طبعا في حاجات تانية كتير البكتيريا بتفيدنا، زي مثلا ال fermentation of carbohydrates عشان يطلع لنا ال SCFAs اللي هي حاجات زي البريبيوتكس. والبريبيوتكس دي very important for the integrity of the immune system and for the integrity of the stomach. Biotransformation of conjugated bile مهمة جدا. Urease activity ودي بتبسويس in nitrogen balance. و some of the vitamins are synthesized by the bacteria in the gut. Well, drug metabolism can be conducted through البكتيريا. المهم جدا ان لو في بعض diseases حاليا described انها associated مع gut microbiome او gut microbiota dysfunction او destruction، منهم مثلا زي diabetes type 1 diabetes mellitus، later on life atherosclerosis، الأسمة. عندنا كلام كتير قوي على bronchial asthma due to disturbance of the gut and the pulmonary microbiosis. في حاجات مهمة جدا على البرين development، نسمع دلوقتي عن حاجة اسمها gut brain axis وعن gut lung axis، وإن إزاي الجينيتك انفورميشن والإميون انفورميشن بنتبادلها من الجت لللنج ومن الجت للبرين. وقالوا إن الجت لنج أكسس ده والجت برين أكسس are very important for the maturity of the lung and for the cognitive development of the child. فمهم جدا 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 إن احنا نعرف إن الانتجريتي of the microbiome في جسمنا لازم نحافظ عليها، وعشان لازم نحافظ عليها يبقى لازم ما نستخدمش antibiotics haphazardly. مش كل طفل جاله watery diarrhea due to viral enteritis ابتدي اديله antibiotics ابوظ له ال GIT microbiome بتاعه. مش كل طفل جاله viral upper respiratory tract infection اقوم اديله antibiotics to destroy the normal oral flora. وده مهم جدا عشان الانتجريتي of the immune system. دي مسج. وهنا عايز يعني اديكم فكره على اللي انا قلته ببساطه شديده، ان في host g microbial interaction في pathogenesis of the immune mediated disease. دي بنسميها المودرن سوسايتي. الانفكت لما بيتولد اول ما بيتولد بيستابليش النورمال مايكروبيوم بتاعه، بيستابليش النورمال مايكروبيوم through delivery through the normal passages، يعني vaginal delivery. الفاجينال delivery هنا very important to establish a normal microbiome. عشان كده حالات ال CS اللي بنستخدمها كتير قوي في الحقيقة دي يعني should be abandoned، لدرجة ان الاطفال اللي بيتولدوا برا مضطرين يولدوهم CS cesarean section بياخدوا من المذر فاجينال مايكروبيوم ويشمموها للطفل او ياكلوها له، لاهميه
التعرض بتاع الطفل للنورمال دايفرستي اوف مايكروبس موجوده في الفاجينال باسيجز. دي حاجه مهمه جدا لازم نهتم بيها. لما بيحصل نورمال مايكروبيوم ايرلي بيحصل نورمال اميون سيستم فانكشن وريجوليشن وتولرنس، وده بيحصل الانفكشنز اوتو انجنز بتقل، وبالتالي بيحصل هيلث. على عكس السيناريو الثاني، لو الطفل دوت حصل له فيلير تو استابليش نورمال مايكروبيوم هيحصل انفلاميشن اند اوتو انفلاماتوري او اوتو اميونيتي برون اميون سيستم، ففي بقى في عندنا بكتيريا وفيروسز ودايتس وحاجات تانية كتير قوي من الانفايرمنت بتعمل مايكروبيال برودكت اوتو انجنز. والمايكروبيال برودكتس اوتو انجنز دي واحده من ضمن اهم الاسباب اللي بتعمل كرونيك انفلاماتوري ديزيزز لايك الكرونيك انفلاماتوري باول ديزيزز كرونز ديزيز او كرونيك انفلاماتوري لانج ديزيز زي الاسما او انفلاميشن او ديستراكشن اوف ذا انسولين بروديوسينج سيلز في الاطفال، ممكن تعمل لي دايابيتس اند ماني اذرز ماني اذرز. الشاهد من هذا الكلام ان نوت افري بكتيريا وي ليف وذ از ان انمي، بالعكس ده معظم هذه البكتيريا اللي موجوده عندنا دي بكتيريا فريندز. فPlease keep the relation with your friends in a good condition, in a good status. Respect your bacteria and your bacteria will respect you. Don't destroy your friends by abuse of antibiotics. Not every bacteria we have is an enemy. لما بنستخدم احنا هنا antibiotics كتير بنمنع الليمب ده من هو يحصل، وبالتالي بنخش في الكرونيك انفلاماتوري ديزيزز. طيب دي كانت نقطه انا بحب في الحقيقه من الناحيه العمليه ان انا ابينها لحضراتكم عشان نعرف ايه اهميه استخدام الانتيبيوتكس بطريقه عاقله in a judicious way and not in an abnormal way. نايس نعرف فكره بسيطه جدا جدا عن حاجات اساسيه في الانتيبيوتكس. ايه هي الكلاسز اوف انتيبيوتكس؟ ايه هي انواع الانتيبيوتكس اللي موجوده الى هذه اللحظه؟ الحاجه الثانيه ازاي الانتيبيوتكس دي بتشتغل؟ احنا الميكانيزم اوف اكشن اوف انتيبيوتكس ما تخرجش عنها، في منها بيشتغل على السيل وول اوف ذا بكتيريا، وفي منها بيشتغل على الفوليك اسيد سينثيز. والفوليك اسيد طبعا حضراتكم عارفين اهميته في النيوكليوتايد فورميشن علشان الجين فورميشن اوف ذا بكتيريا. فاحنا بنوقف الفوليك اسيد سينثيز بنقلل الدايهيدرو تتراهيدرو فوليك اسيد المهمين جدا في النيوكليوسايدز. اوكي فدي حاجه مهمه جدا 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 احنا لازم نعرفها. في مايكروبس او في انتيبيوتكس انا اسف بتشتغل على الدي ان اي سينثيز نفسه بتاع البكتيريا، واخر حاجه واهمهم في الحقيقه واكثرهم شهره هي الانتيبيوتيك بتشتغل على البكتيريال بروتين سينثيز. والبكتيريال بروتين سينثيز هنا از فيري امبورتنت برضو علشان الانتجريتي او علشان الهيلث اوف ذا بكتيريا. هندي امثله السلفونامايدز مثلا والتريميثوبريم والسلفامزوكسايد اللي هم زي احنا عارفهم كلنا ستريم هو الى اخره، دي بتشتغل على الفوليك اسيد سينثيز فبتمنع تكون الفوليك اسيد اللي هو المهم جدا عشان تكوين النيوكليوتايدز، وبالتالي بيقلل او بيمنع حاجه مهمه جدا هي النيوكليوتايد فورميشن باي بكتيريا. من الحاجات المشهوره قوي عندنا اللي بتشتغل على السيل وول سينثيز او السيل وول ستراكشر اوف ذا بكتيريا زي بنسلينز زي الكيفالوسبورز فانكومايسين كاربيبينز، كل دي بتشتغل على الستركشر او بتعمل ديستركشن اوف ذا سيل وول. الكينيلونز والريماكتان الريفامبيسين دول بيشتغلوا على بيبلوك الدي ان اي سينثيز اوف ذا بكتيريا، وبالتالي ده مهم جدا الدي ان اي لان هو ده اللي بيترانسميت الانفورميشن من الخليه عن طريق المسنجر ار ان اي والدي ان اي عشان يعمل بكتيريا ثانيه، فبيبلوك البروتين سينثيز. والبروتين سينثيز هنا فيري مهم جدا
الكلورامفينيكول مثلا واحد منهم، امينو جليكوزايدز، تتراسايكلز، مايكرولايدز، و كليندامايسين. الحاجات دي بتشتغل على انهبيت البروتين. تاني حاجه البيتا لاكتامز، بيتا لاكتامز دي مجموعه انتي بايوتكس بتشتغل على السيل وول سينثيسيس. الجلايكوبيبتايدز او زي فانكومايسين والمجموعه بتاعته برضو بتشتغل على السيل وول سينثيسيس. الامينو جلايكوزايدز زي جنتامايسين بيشتغل على البروتين سينثيسيس. الماكرولايدز ودي مهمه جدا، مجموعه زي الاريثروميسين والاذيثروميسين دول بيشتغلوا على البروتين سينثيسيس. كينولونز بيشتغل على النيوكليك اسيد سينثيسيس. ده فكره مبسطه جدا عن هاو انتي بايوتكس ورك. ليه طب نفهمها؟ لان انا يهمني جدا ان انا اعرف الانتي بايوتيك اللي هيدي بيشتغل على انه بكتيريا، والبكتيريا دي سواء كانت انتراسيلولار او اكسترا سيلولار، يعني هي عايشه جوه السيلز بتاعتنا ولا عايشه في الانفايرمنت اوف ذا سيلز، علشان اقدر اعرف which antibiotic is working in the cell milieu زي مثلا البنسلينز، وانه بكتيريا تشتغل عايشه جوه السيلز بتاعتنا، وازاي اقدر اديها الانتيبيوتيك المناسب. مهم جدا اعرف الجروبس اوف انتيبيوتكس، ومهم جدا اعرف الانتيبيوتكس دي بتشتغل ازاي. طيب السؤال اللي بعد كده، بعد ما عرفنا الميكانيزم اوف اكشن اوف انتيبيوتكس، نعرف حاجه مهمه جدا. السلايد دي انا قصد احطها عشان اقول لحضراتكم ان اول ما اتقال انتيبيوتك في الاربعينات كان البنسلين والبيتا لاكتامز والسلفاز، لحد الستينات كان في انتيبيوتكس كتير جدا زي ماكرولايدز وامايجلوكوزايدز وكلورامفينيكول كانت اكتشفت. الكينيلونز بدات من الستينات لكن يعني ما كملتش بعد كده لحد الألفين، يعني الأربعين سنة دول there is no innovation in antibiotic production. ليه؟ أولاً لأن كان في extensive use of antibiotics من مغطية معظم الحاجات. ثانياً ما كانش في الظاهرة بتاعت antibiotic resistance. ثالثاً ودي حاجة مهمة جداً، إن بعض pharmaceutical companies ما حبتش تستثمر في الانتيبيوتيك انوفيشن لانه فيري اكسبنسيف، وفي حاجات تانية بتكسبها كتير واسهل منها. فبالتالي كان في فجوه كبيره جدا جدا 40 سنه تقريبا ما طلعتش انتيبيوتكس جديده، لحد ما بدات تظهر ظاهره مهمه جدا ان الانتيبيوتكس بقت متوفره بكثره، وان في ابيوز اوف انتيبيوتكس، والابيوز اوف انتيبيوتكس ده ادى الى وات از كولد بكتيريال ريزيستنس، ودي حاجه مهمه جدا. عشان كده من الالفينات في اخر العشر سنين دي طلعت نيو كلاسز اوف انتيبيوتكس زي الميوتيلينز، اللايبوبيبتايدز والاوكسازوليدونز. دي نيو مولكيولز اوف انتيبيوتكس which are invented بعد سنه 2000. طيب افهم ايه من كده؟ ان احنا الاسلحه اللي في ايدنا عشان الفايت اجينست بكتيريا، الباتل، الحرب، المعركه اللي بيننا وبين البكتيريا، احنا ما نخسرهاش، لان احنا مش كل يوم هنطلع انتيبيوتيك جديد. فبليز حافظوا على الاسلحه اللي معاكم فور بروبر يوز عشان ما نخسرش الحرب مع البكتيريا. طيب السؤال بقى، ايه هي القواعد اللي احنا بنبني عليها لما نيجي نختار انتيبيوتيك؟ هل باحساسي ولا بتجربتي ولا بايفيدنس بيزد ميديسن ولا اهو كده عشان نغطي العيان؟ وهل حته ان انا استخدم اكتر من انتيبيوتيك مع بعض في نفس السيشن از ات وايز ديسيجن اور نوت؟ احنا تعودنا ان يدي لك كومبينيشن اوف انتيبيوتيكس عشان نغطي جرام بوزيتيف ونغطي جرام نيجاتيف ونغطي انيروبس، ويمكن ما نغطيش حاجه بس اهو بندي انتيبيوتيك، بالذات في الهوسبيتال بيزد ميديسن which is
a crime. يعني أنا بعتبر it is a crime لأن اللي بيعمل كده يا إما بيغطي نفسه يا إما مش عارف، وأنا أسف إني بقول كده، أو إن هو عايز يخفف العيان بأي طريقة regardless science. القواعد اللي بنختار عليها antibiotic هي ما يسمى بالهيمودينامكس هيموكاينيتكس of the antibiotic. الكلام الكبير ده كلام سهل جدا هنفهمه دلوقتي على طول، اللي هو الكونسنتريشن of the drug in the blood بعد ما بناخد الجرعة، الاريا اباف ذا كيرف والمينيمال انهبيتوري كونسنتريشن دي هنفهمها دلوقتي، بس يهمني جدا ان افهم قد ايه الانتيبيوتيك انا بستخدمه بعد ما بديه اورال، قد ايه منه بيبقى موجود في الكونسنتريشن في البلاد اباف المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن. دي حاجه ده عامل مهم جدا لازم نعرفه. العامل الثاني الانتيبيوتيك اللي انا بستخدمه ده ايه هو بيموت ازاي، المود اوف كيلينج بتاعه، هل هو بكتيريو ستاتيك يعني بيوقف بس الجروث اوف البكتيريا، ولا هو بكتيريو سايدر يعني بيكيل البكتيريا. الحاجه الثانيه السايت اوف اكشن بتاعه، هل هو بيشتغل اكسترا سيلولر ولا بيشتغل انترا سيلولر. دي حاجات مهمه جدا جدا. ليه؟ لان انا لو مضطر استخدم تو انتيبيوتكس، لو مضطر وبستخدمهم بطريقه غلط، استخدمت بكتيريو ستاتيك دراج مع بكتيريو ستاتيك دراج، there is no added value. لو استخدمت two bactericidal drugs yes there is an added value. طب انا لو استخدمت bacteriostatic مع bactericidal this is an antagonism. فده مهم جدا يا جماعة نعرف الانتيبيوتيك اللي بستخدمه how he kills bacteria وبيشتغل ازاي. يعني ما ينفعش ان استخدم antibiotic بيشتغل على intracellular killing مع او بيشتغل على مثلا protein synthesis مع انتيبيوتيك بيشتغل على السيل وول، الاثنين ممشوش مع بعض. لو هستخدم هستخدم تو انتيبيوتيكس بيشتغلوا على السيل وول ديستراكشن زي مثلا البنسلين مع كيفالوسبورينز، او استخدم تو انتيبيوتيكس واحد بيشتغل مثلا زي الكينيلونز مع الماكرولايتس. فلازم يبقى فاهمين يا جماعه ايه هو المود اوف كيلينج اوف ذا انتيبيوتيك والكونسنتريشن. الفاكتور الثالث المهم هو التايم، مش الكونسنتريشن بقى، التايم اباف ذا مينيمم. يعني انا بشتغل هنا تو فاكتورز هنفهمه بعدين بقى، مش التايم اباف ذا مينيمم انتبريشن يعني الوقت اللي بيقعد فيه الانتيبيوتيك ان هاي كونسنتريشن اباف ذا مينيمم انهبيتوري كونسنتريشن ان ذا سيروم ان ا كيلينج مود. ده مهم جدا التايم اباف ذا كير. فارماكوكاينيتكس دي احنا بنسميها فارماكوكاينيتكس وفارماكوكاينيتكس. تالت حاجة أو آخر حاجة مهمة جداً، إيه هي الـ adverse events اللي ممكن أتوقعها من الأنتيبيوتيك اللي أنا بستخدم، وإيه هي الحاجات الـ contraindications. يعني في drugs ما ينفعش إن أنا أستخدمها في واحد عنده renal failure مثلاً أو renal dysfunction، ما ينفعش أستخدم antibiotics مع واحد عنده مثلاً liver dysfunction، ما ينفعش أستخدم antibiotic مع واحد عنده drug hypersensitivity، فلازم الادفيرس ايفنتس اكون عارفها كويس. فاذا الدراج بوتنسي او كفاءه الدواء اللي انا بستخدمه هي علاقه ما بين المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن، ودي هنعرفها دلوقتي، والكونسنتريشن حطوا بقى تحت السايت اوف انفكشن دي 5000 خط، لان ممكن الدراج في السيرم يكون عالي وإفكتيف لكن at the site of infection ما هوش concentration بتاعه وحش. حدي مثلا المينينجايتس، المينينجايتس is the infection of the meninges، لازم الدراج في السيرم هتلاقيه عالي جدا، لكن الدراج ده do not pass the blood brain barrier، ما بيوصلش بconcentration كويس للـ CSF، فبالتالي الدراج ده potency بتاعته هتبقى وحش رغم ان هو الكونسنتريشن بتاعه في السيرم كويس، لكن الكونسنتريشن ات ذا سايت اوف انفكشن مش كويس. كذلك زي ما في عندنا بلاد برين بارير، عندي البلاد رينال بارير، عندي البلاد جت بارير، عندي البلاد بالموناري بارير. فالبوتنسي اوف ذا دراج مش هي مساله هو قد ايه في السيرم قد ما هو
قد ايه concentration بتاعه at the sites of infection. دي نقطة عملية لازم برضو نبقى عارفينها لما بيجي استخدم الانتيبيوتيك بتاعي عشان اعرف استخدمه صح. حتة بتاعت الفارماكو داينامكس والفارماكو كاينيتكس يعني هي ببساطة شديدة جدا، مش عايزكم تنزعجوا منها، وحاجة بسيطة جدا. الفارماكو كاينيتكس هي حركة يعني حركة الدواء في جسمي، تأثير جسمي أنا على الدواء. بمعنى أنا أخذت دواء عن طريق الفم، how it is absorbed, how it is distributed in the body, and how it is metabolized and excreted from my body. ده تأثير جسمي أنا على الدواء، ده بنسميها فارماكو كاينيتكس. ما ليه فارماكو داينامكس؟ فارماكو داينامكس تأثير الدواء على جسمي العكس. يعني أنا أخذت دواء، هل هو فعلا راح للسايت اوف انفكشن ولا لا؟ هل اثر عليا ايجابيا ولا سلبيا؟ هل عمل سايد افكتس ولا لا؟ هل اثر على الرينال فانكشن ولا لا؟ هل اثر على الاميون سيستم ولا لا؟ هل عمل لي الرجي ولا لا؟ دي بنسميها فارماكو داينامكس. يبقى الفارماكو داينامكس والفارماكو كاينيتكس دي مهمه جدا، لان ممكن اكون باخد دواء فارماكو داينامكس بتاعته كويسه قوي لكن دو نوت ابسورب السايت اوف دراج في الكونسنتريشن بتاعه في السايت اوف انفكشن مش حلو، فلازم نفهمه. ايه المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن؟ يعني انا هتخيل ان ده دراج A مثلا وده دراج B. المينيمال انهبيتوري تعريفه ان هو الكونسنتريشن المينيمم كونسنتريشن اوف ذا دراج ان ذا سيروم ذات كان ديستروي 50% اوف the microbe colonies. يعني لو عندي microbe colonies فيها 100 مليار، لو الconcentration اللي بيقتل 50 مليار يبقى هو ده minimum inhibitory concentration in the blood. ففي minimum اللي هو ده وفي maximum اللي هو ده. الماكسيمم ده غير الماكسيمم ده، لكن الاثنين above the minimum inhibitory concentration يبقى الاثنين functioning. الحاجة الثانية الوقت اللي بيقعدوا الدراج above the minimum inhibitory concentration ده مهم جدا، لأن الوقت اللي بيقعدوا الدراج above the minimum inhibitory concentration ده stress على الميكروب. فكل ما كان time of stress على الميكروب عالي، كل ما كان الانتيبيوتيك دوت الإفكتيفنس بتاعه أعلى. يعني ناخد مثال، time of the drug B above the minimum inhibitory MIC الوقت ده، لكن time of the drug A above his MIC الوقت ده. يبقى drug A أحسن من drug B. ليه؟ لأن الconcentration بتاعه above the MIC أعلى من drug B. تاني حاجة الوقت اللي بيقعده في الconcentration بتاعه بدل ما هو 6 ساعات هو 8 ساعات أو 12 ساعة أو 24 ساعة. يبقى إذن the concentration of the antibiotic and the time of the concentration above the minimum dose دي هي اللي بتحدد الافشنسي اوف ذا دراج. ولازم تبقوا عارفين الكلام ده يا جماعه، يعني انا مش حد يخش عليا ويديني معلومه عشان عايز يبيع لي دواء، لا ابقى فاهم الدراج ده بيشتغل ازاي وبيشتغل فين والمينيمم انهبيتور كونسنتريشن بتاعه هو ايه والتايم اباف the minimum intensification concentration ده بيحدد الهيمودايناميكس. عشان كده بيقولوا الهيموكاينيتكس هو الكونسنتريشن اجينست تايم، لكن الفارماكوداينامكس هي الايفكت ايفكت اوف ذا دراج اتسلف على جسمي، لكن هنا تاثير جسمي على الدراج. طيب اكتفي بالفارماكوكاينيتكس بس في ان انا احدد الدواء؟ لا. اكتفي بالفارماكوداينامكس بس؟ لا. عشان كده بنقول البيكي بي دي اللي هو الافكت فيرسس تايم هو ده المهم جدا في ان احنا نحدد الافشنسي اوف ذا دراج. وفي فرق بين الافكت والافشنسي. الافكت ان الدواء بيأثر، لكن هاو افشنت ات افكتس هو ده السؤال المهم جدا. ام اي كلير تو ذا بوينت ولا في حاجه؟ طيب يبقى إذن لازم لما أجي أخد أنتيبيوتيك أحطه في اعتبار
بعض الفاكتس، وارجو ان انتوا يعني تحطوها في دماغكم الاربع خمس نقط اللي جايين دول. اسال نفسي، هل الانتيبيوتيك اللي انا هستخدمه ده is it necessary to prescribe antibiotic or not؟ تاني سؤال، انت بتعالج ايه؟ بتعالج بكتيريا ولا فيروس ولا فانجس ولا طيب؟ والبكتيريا دي لو كان دي بكتيريا ومحتاجه انتيبيوتيك، هل البكتيريا دي موجوده فين وفي انهو تيشو؟ وهل هي انتراسيلولر ولا اكستراسيلولر؟ هل هي جرام نيجاتيف ولا جرام باز؟ ها الحاجات دي لازم ابقى عارف انا بحارب مين. يعني مش مجرد ان انا بحارب واحد عشوائي كده زي ما احنا بنحارب كورونا دلوقتي، لا لازم ابقى فاهم انا بحارب مين وهي التاكتكس بتاعته وازاي انا اظبط التاكتكس بتاعتي عشان ما يغلبنيش. فوات يو تريت، ده سؤال اسأل نفسك بفضلك، وبلا بسأل نفسي عنه كتير. تالت حاجة، ايه هو الموست ابروبريت انتيبيوتيك لو كان الانتيبيوتيك ده مهم وانا عرفت انا بعالج ايه؟ لان بناء على السؤالين دول انا هعرف بناء على اللي احنا قلناه قبل كده انا بعالج ايه، فين، بكونسنتريشن قد ايه، بالفارماكو كاينيتكس بتاعته قد ايه، بالفارماكو داينامكس بتاعته قد ايه. اخر حاجة الجرعة اللي حديها قد ايه عشان اعدي المينيمم انهبيتور كونسنتريشن وان جود تايم، وحديه كم مرة في اليوم، وحديه اورال ولا حديه انترافينوس ولا حديه انتراماسكول، وحديه لمدة قد ايه. يبقى what is the dose, what is the frequency, what is the route of giving the drug and what is the duration necessary. كل دول هعرفهم منين؟ مش هعرفهم والله لو ما كنتش عارف انا بعالج ايه. أدي خمس أيام ولا أدي سبعة أيام ولا أدي عشرة أيام ولا أدي عشرين يوم؟ دي كلها يا جماعة من فضلكم معلومات مهمة جدا، لأن السؤال الأساسي تبقى عارف حضرتك بتعالج إيه. وده سؤال قد يكون صعب، لكن في عندنا evidence basis بتقول أعالج streptococcal throat فين بدوز قد إيه لمدة قد إيه. ففي عندنا الكلام ده بنتعلمه، ولازم كل واحد فينا بما فيهم الفقير اللي قدامكم يبقى عارف هو بيعالج ايه وعارف هيدي قد ايه وهيعرف ديوريشن قد ايه. في اخر حاجة انا احدد هل التريتمنت ده از افكتيف اوف نوت، والافكتيفنس هنا هل هو سؤالين برضو لازم نحطهم في ضمن، از ات كلينيكال افكتيفنس ولا از ات مايكروبيولوجيكال افكتيفنس. يعني انا اديت انتيبيوتيك فور ستريبتوكوكال سور ثروت اللي هي معروف مثلا ممكن تتعالج بالبنسلين ومعروف انها بتتعالج اتليست فور 10 دايز. طيب انا بعد يومين ثلاثه الولد كان عنده فوليكولار تونسيلايتس، وبعد يومين ثلاثه اربعه الولد اتحسن وبقى زي الفل والحراره نزلت ورجعت نطت تاني، ده افكتيف مش كده؟ بس كلينيكال افكتيفنس بنسميه كلينيكال كيو. لكن هل الاهل طبعا لقوه كويس راح موقفين الدم، انت تنصحهم تقول لهم لا لازم تكمل 10 ايام. ليه؟ لان عشان زي ما هنيجي بعد كده ده root for relapse او root for bacterial resistance، فلازم نبقى عارفين decision making هل الدراج اللي انا اديته ده effective clinically بس بيعمل clinical cure، ولا مهم جدا ان نعمل bacteriological eradication يعني eradication of the bacteria which was cause of the disease. دي أسئلة مهمة جدا. في بعض الالارمز بعد إذن حضراتكم أن أحب أرفعها وto be cautious about. السؤال بتاع هل الانتيبيوتيك is necessary or not، لازم نبقى كلنا عارفين أن الانتيبيوتيكس for bacterial infections only. Antibiotics has no role to do with viral infection. الحاجة التانية المهمين ان الانتيبيوتكس are not antibiotics. مش كل طفل سخن لازم ياخد انتيبيوتك على اساس ان امال الحرارة هتنزل ازاي يا دكتور؟ احنا ما بنعالجش حرارة يا جماعة، احنا بنعالج سبب الحرارة. And antibiotics are not antibiotics. النقطة دي مهمة جدا ولازم نفهمها للناس، لأن أنا عارف إن الناس بتضغط علينا في كثير من الأحيان
بالذات لو كان عنده فيرال انفكشن وبتطول الحراره شويه، ويقول لك انت ليه يا دكتور ما اديتلوش انتيبايوتكس؟ لا، انتيبايوتكس ار نوت انتيبايوتكس. ودي لازم احنا اللي نقود الاطباء الواعدين اللي زي حضراتكم يقودوا تغيير الفكر بتاع المجتمع عن ان مع كل حراره لازم ندي انتيبايوتكس. وللاسف في بعض المجتمعات لو ما اديتش انتيبايوتيك انجكشن ابقى انا بغلط في حق المريض، وللاسف ممكن تطلع من عند حضرتك طفل وانت مش مقتنعك تدي له انتيبايوتكس، يروح للدكتور اللي جنبك يقول لك ازاي ما ادهوش انتيبايوتكس. لا، لا يجب اطلاقا ان الطبيب يبيع علمه ويبيع اخلاقه علشان يرضي، سواء كان يرضي المريض او يرضي اي حد تاني غير انه يرضي ضميره المهني ويرضي ربنا سبحانه وتعالى في شغله. فالتريتمنت انتيبايوتكس ار تريتمنت اونلي فور بكتيريال انفكشن، اند انتيبايوتكس هاز نو انتيبايوتيك افكت او ار نوت انتيبايوتكس. اخر حاجه ودي مهمه جدا ودايما بنسمعها، احنا بندي الانتيبايوتيك في الفيرال انفكشن يا دكتور علشان نمنع السكندري بكتيريال انفكشن. دي بنسمعها كتير. في الحقيقة الـ evidence-based medicine بيقول there is no evidence that antibiotics will prevent secondary bacterial infection in patients with viral infection. الثلاث مبادئ دول أرجو أنك تحطوهم قصاد عينين حضراتكم، لأن ده أساس سوء استخدام المضادات الحيوية. أولاً أنا مانيش عارف بستخدم مضاد حيوي ليه، وهستخدمه في قد إيه، concentration قد إيه، ولو اديته فانا بديه عشان ما نش عارف دي بكتيريا ولا فيرال، وبديه عشان الناس ضغط عليا عشان الولد سخن او البنت سخنه. والحاجه الثانيه والله انا عارف ان هو برد بس انا بديه عشان ما يحصلش سكندري بكتيريا انفكشن. كل دي معتقدات للاسف خاطئه، وارجوكم من فضلكم لازم نغير اور بوليسي ان ثينكينج، احنا نغير فكر المجتمع ولا ندع المجتمع ان هو يغير فكرنا. طيب نتيجة سوء استخدام المضادات الحيوية هيحصل إيه؟ البكتيريا مخلوق زي زيك، مخلوق من الله سبحانه وتعالى ومديله إمكانيات قوية جدا، وبيذاكر وبيقرأ وبيتعلم وبيفهم وبيلعبك. هكلمها تاني، ده مخلوق زيك زيه بيفهم، ولما بتلعب معاه بيلعب معاك، ولما بيتكتك معاه بيتكتك معاك، وربنا مديله ذاكرة يعرف يحمي نفسه زي ما انت فاكر نفسك انك حدق. خلاص، لا، البكتيريا is a living organism have the potential to learn and how she can learn or how it can learn from your mistakes. طيب ازاي بقى البكتيريا بتتعلم؟ وازاي تقدر تحاربك؟ وازاي تقدر انها تعمل ريزيستنس للاسلحه اللي انت اسلحه مضاده؟ نمره واحد، علشان في عندي enormous biomass of microbes، فالجينيتك فاريشنز دي تخلي الميكروبس تغير في الجين ستراكشر او الجين فانكشن بتاعها. دي واحد. اثنين، احنا لنا دور كبير قوي مع الاكسسيف انتيبايوتيك يوز. واحد من اهم اسباب الايمرجنس اوف بكتيريال ريزيستنس از انتيبايوتيك يوز او اب يوز اوف ذا انتيبايوتكس. وعلى فكره حكايه الانتيبايوتيك اب يوز ده مش في الهيومن يوز بس، ده الانتيبايوتيك اب يوز ايفن ان انيمالز، لأن كل ده بينزل في السويل وفي الانفايرمنت وبيخلي البكتيريا اللي عايشة في الانفايرمنت تكتسب ريزيستنس للانتيبيوتيك، مش اللي أنا خدتها، اللي البقى خدها والجاموس خدها. الحاجة التالتة ودي مهمة جدا، الديس انفكتنس اللي احنا بنستخدمها بكثرة بالذات الأيام دي، الناس كلها ماشية بسبيرتو، واللي ماشي بتادين، واللي ماشي بكلور، وعمال يبخبخ فاكر نفسه بيحمي نفسه، ده اب يوز، وده ديستركشن للاميونيتي بتاعت المجتمع.
وعشان كده العالم كله النهارده رايح لحاجه اسمها بنسميها الهايجين ثيوري. ايه الهايجين ثيوري دي؟ لما تعيش في نظافه زايده الاميون سيستم بتاعتك دو نوت جين توليرنس، وبالتالي البكتيريا هتكتسب ريزيستنس، وبالتالي البكتيريا هتتعلم وهتغلبك. فالاكسسيف يوز اوف انتيبيوتكس ان ذا هيومنز اند ان ذا انيمالز اند ان ذا انفايرمنت destroy the normal bacterial colonies اللي عايشين معانا وعايشين معاها، وبالتالي بيقلل الاميون سيستم بتاعنا. عشان كده اللي يقول لي احسن مناعه ابني ازاي يا ابن يا دكتور، اقول له ابعد عن الانتيبيوتكس والكيماويات، ابعد وخلي ابنك ياكل من الارض، وخلي ابنك يعيش حياه طبيعيه ما تغسلش ايديه كتير، ويعيش عنده حاجه اسمها مايكروبيال دايفرستي. طبعا مش بالشكل المبالغ فيه يعني، عشان برضه ما حدش ياخد الاستيتمنت على عواهنه كده، لكن الفيدباك لوات از كولد ذا هايجين ثيوري اوف ايميون توليرنس از فيري امبورتنت فور ذا انتجريتي اوف ذا هيومن ايميون سيستم. اخر حاجه اللاكس انفكشن كنترول، بالذات في الاماكن اللي بيبقى فيها السبريد اوف انفكشن لايك هوسبيتالز او انتنسيف كير يونتس او نيرسريز او سامثينج لايك ذس. دي حاجه مهمه جدا. الثلاث اسباب دولت هم اهم ثلاث اسباب يؤدوا الى زياده البكتيريا ريزيستنس. طيب ازاي البكتيريا بتعمل ريزيستنس؟ برضو دي لازم نبقى عارفينها يا جماعه، مهمه جدا. في ميكانيزمز البكتيريا بتادوبت هي عايشه بيها، لكن بتستخدمها عشان تنيوترلايز وات هي يوز اجينست. زي ايه؟ خليكم معايا. دي البكتيريا عندها حاجة اسمها البلازميد جواها، والبلازميد ده بيصنع ثلاثة ميكانيزمز. الميكانيزم الأولين بنسميه الإفلكس بامب، عارفين زي إيه؟ مضخة المية اللي تشفط المية وتطلعها بره البيت، ده بنسميه الإفلكس ميكانيزم. بمعنى إن لو حضرتك اديت أنتيبيوتيك زي كده والانتيبيوتيك ده دخل جوه السيلز، الإفلكس ميكانيزم ده ياخد الانتيبيوتيك زي ما هو ويطلعه بره الخلية، بره البكتيريا نفسها، ده بنسميه الإفلكس بامب. الحاجة التانية، الميكانيزم التاني هو الانتيبيوتيك altering انزيم. يعني انتيبيوتيك يخش الجسم يقوم الانزيم ده يحوط الانتيبيوتيك ده يخليه not functioning، ما يعملوش destruction لكن يخليه not functioning، ده بنسميه الانتيبيوتيك altering انزيم. الميكانيزم الثالث اللي بيعمله البلازميد، البلازميد ده داخل جوه النيوكليوس بتاعت السيلز، انه بيطلع الانتيبيوتيك degrading انزيم. يعني الانتيبيوتيك يخش يقوم degrading انزيم ده يكسر الانتيبيوتيك ده هو يخليه not functioning. ادي الثلاثة ميكانيزمز اللي لازم حضراتكم عارفينها، ان ازاي البلازميد اللي جوه النيوكليوس بتاع او جوه السيتوبلازم بتاع البكتيريا بيادوبت 3 ميكانيزمز علشان يخلي الانتيبيوتكس اللي حضرتك بتديها دي يوزلس. طيب الانتيبيوتك ديجريدنج انزيم ده مشهور قوي عندنا، اللي هو الانزيم اللي بنسميه البيتا لاكتاميز انزيم. البيتا لاكتاميز ده بيشتغل على جروب اوف انتيبيوتكس قلنا عليها اسمها بيتا لاكتام جروب، اللي هي اساسا البنسلينز اند كيفالوسبورنز، وده اهم ميكانيزم في الحقيقه بتستخدمه البكتيريا تو ديجريد يور انتيبيوتك، اللي هي البيتا لاكتاميز انزيم. البيتا لاكتاميز انزيم ده اول ما يخش الانتيبيوتك يروح مكسر الانتيبيوتك اللي هو البيتا اللي فيه بيتا لاكتام رينج، يكسر البيتا لاكتام رينج يخليه نوت فانكشنينج. البكتيريا بتتعلم، البكتيريا مش غبية، وانت مش فاكر نفسك فهلاوي وعندك علم وهي ما عندهاش، لا عندها. عشان كده قال لك الله طب نلهي الانزيم ده ازاي؟ نلهي بان احنا نحط له تكتك حاجة شبه البيتا لاكتام اسمها بيتا لاكتام لايك ستراكشرز زي كلافيرونيك اسيد مثلا، واحطه على الانتيبيوتيك البيتا لاكتام انتيبيوتيك. ولما احطه على البيتا لاكتام انتيبيوتيك لما يجي البكتيريا تطلع البيتا لاكتاميز تروح تكسر ده، ما تكسرش
الاموكسيسيلين او البنسيلين. تروح تكسر ده، هم لو ان ده له نفس الاستراكشر البيتا لاكتام زي البنسيلين بالظبط، لكن له فيري ويك او نيجليجيبل انترنسيك انتي مكتوب، هو انتي بكتيريال انتي بايوتيك يعني، لكن الانتي بايوتيك افكت بتاعه ضعيف جدا، لكن الاستراكشر بتاعه شبه البنسيلين بالظبط. فلما بنحطه بالظبط عامل زي ايه؟ الطياره اللي طايره وضرب عليها صاروخ، الطياره بتعمل تاكتيك انها بتطلع بترمي صفائح في الهواء عشان الصاروخ ده يروح يضرب الصفائح دي والطياره تهرب. نفس القصه، احنا بنحط الكلافيلونيك اسيد عشان البيتا لاكتاميز انزيم يروح يكسرها ويسيب البنسلين في حاله، ومع ذلك حصل ريزيستنس للبيتا لاكتاميز لايك structure زي كلابيونيك أسيد وبقى فيه مشكلة. ده مثل على ان احنا ازاي بنلاعب البكتيريا وازاي البكتيريا بتلعبنا، وده الميكانيزم اللي احنا بنشتغل عليه. كلابيونيك أسيد بيعمل هاي اكتف كومبلكس مع البنسلين او البيتا لاكتاميز، لما تيجي البيتا لاكتاميز انزيم يوم اتاك الكلابيونيك أسيد ويسيب البنسلين في حاله. ده واحد من ضمن التاكتكس اللي احنا لما لقينا ان البكتيريا بتكسر البنسلين قمنا حطينا الكلافيلونيك اسيد واشباهه علشان البكتيريا تتلهي فيه وتسيب البنسلين في حاله. لكن هل هي البكتيريا سكتت؟ لا، في دلوقتي حاجات. عشان كده يا جماعه خلي بالك، هرجع تاني ان الانتيبيوتكس ار نوت انتي فايرال اند نوت انتي باراسيتس، اند وي شود عارفين احنا بنعالج ايه وحنعالجه بايه بدوز قد ايه بكونسنتريشن قد ايه بتايم قد ايه بديوريشن قد ايه. طب انا لو ما عملتش كده and not for clinical cure but not for bacteriological cure. طيب انا عندي infection، الانفكشن دي لو عملت لها appropriate treatment النتيجه، او لو ما عملتلهاش ان بروبرتيت، يعني عندي سيناريوهين، عالجتها صح او ما عالجتهاش صح. لو عالجتها صح ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بكتيريال ايراديكيشن and not only clinical cure، بالتالي همنع السبريد اوف بكتيريا في المجتمع، هماكسمايز كلينيكال كيور وهمينيمايز البوتنشال فور ايمرجنس اوف بكتيريا ريزيستنس. دي نتيجه ان انا بعالج صح. طب نتيجه ان انا بعالج غلط، failed bacterial eradication، البكتيريا نفسها هتعمل selected resistant strains أو resistant colonies. These resistant colonies will spread in the community وهتعمل لي increasing resistance to the drug وبالتالي هيحصل infection. ادي الوضع، لو عالجت صح هيحصل ايه ولو ما عالجتش صح هيحصل ايه. فأرجوك حطوا الكلام دوت في المخيله لما بنيجي نستخدم الانتيبيوتكس. اخر حاجه احب ادي عنها فكره بس عن الانتيبيوتكس، اللي هي هل كل الانتيبيوتكس انتيبيوتكس بس، ولا يعني احنا عرفنا الديفينيشن اوف انتيبيوتكس اللي هي السبستانسز ويتش يا اما سبريس او انهيبيت الجروث اوف ا ليفينج بكتيريا. هل الانتيبيوتكس لها رول تاني غير ان هي يكونها انتيبيوتكس بالذات الماكرولايد جروب اوف انتيبيوتكس؟ يس، في انتي انفلاماتوري اند اميون مودولاتوري رول اوف انتيبيوتكس راذر ذان ان هي انتي بكتيريال. مثلا في بيترز في جاسترونتولوجي في سنه 93 اتكلم على الاستيرويد سبيرنج افكت اوف macrolides in asthma. زي ما واحد تاني كان بيتكلم على الانتي كانسر والانتي انجيوجينيسيس افكت اوف macrolides. واخر حاجه ان يبقى حاطط في اعتبارنا ان الانتيبيوتكس بالذات الماكرولايد جروب اوف انتيبيوتكس may have an anti inflammatory and immune modulatory effect. وفي بعض الاستراكشرز دي بتستخدم از اميون موديليتورز زي التاكرولاميس مثلا في حالات الكرونيك انفلاميشن
او chronic inflammatory bowel disease او even in some cases of graft versus host reaction او in some cases زي graft rejection after renal transplantation او skin او whatever transplantation is بنستخدم high doses of tacrolimus لو واحد من ضمن الماكرولايدز وهنا بيشتغل as immunosuppressive او immunomodulatory non-corticosteroid او steroid like immunomodulatory effect. يعني اتمنى ان انا اكون نقلت صوره ولو بسيطه جدا وبسيطه وسهله عن what is the antibiotic, a rationale behind the use of antibiotic, how these antibiotics work as an effect of my body على الانتيبيوتيك and the effect of the antibiotic on my body, ايه هي some tricks in the use of antibiotics, وامتى اخاف من البكتيريا resistance, واحنا ازاي بنكمبات البكتيريا resistance وازاي البكتيريا بتعالج اللي احنا بنعمله, وأخيراً إن not all antibiotics are only antibiotics, في منها immune modulators and anti-inflammatory effect. دي مستشفى الشاطبي, مستشفى الشاطبي للأطفال, my second family زي ما أنا بقول, اللي تربينا فيها وتعلمنا فيها وندين فيها بالعرفان, والشكر لكل أساتذتنا اللي علمونا, ونتمنى إن إحنا نقدر نأدي الرسالة اللي ربنا حملها لنا ناحية العلم وناحية أهلنا وناحية مجتمعنا. أشكركم وتحت أمركم. دكتور محمود, يعني أنا أول يعني أسقف لحضرتك. لا دكتور محمد. يعني أنا حضرتك اشتغلنا وبنرات من المحاضرات الرائعة, من المحاضرات المتكاملة السهل البسيط الممتنع اللي أنا أول واحد استفدت منه الحقيقة. فأنا يعني بشكر حضرتك بجد على المحاضرة القيمة دي اللي عرفتنا ووعدنا حاجات كثيرة جدا. أتمنى كل الناس وشباب الأطباء استفادوا منها, ومش هنقول لك أكتر من جزاك الله كل خير. يعني دي أعظم حاجة ممكن نقولها لك. ممكن برضو لجنب حضرتك كوباية عصير, حاجة نشرب حاجة كده ولا لا؟ فاضل فاين الحمد لله الحمد لله. هو برضو زي ما حضرتك يعني تسمح لي, إن زي ما الانفكشن عشان يحصل بيحتاج الأورجانيزم, بيحتاج الهوست وبيحتاج المود اوف ترانسميشن. احنا بقى في الجمعيه المصريه العلميه لطب الاطفال وحديث الولاده والاكاديميه المصريه لطب الاطفال, احنا مجرد مود اوف ترانسميشن. يعني احنا ما ليس الا ان احنا مود اوف ترانسميشن, فبنعتمد على 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 التو سايد اوف ترانسميشن. أول واحد هو أساتذتنا, الأساتذة العظماء أمثال حضرتك ولا نزكيك على الله, الناس اللي هم بينقلوا العلم وبيتعاونوا الحقيقة, ويعني في سخاء كده وما فيش تردد. معظم الأساتذة بفضل الله تعالى يعني, وده الخير وسيظل الخير فيه وفي أمتي إلى أن تقوم الساعة. فأساتذة يعني تقريبا كلهم بفضل الله تعالى, يعني مجرد بس ما بتقول لأي حد لا يتردد. ودي حاجة يعني إيه نعمة, يعني إيه بنشكر ربنا عليها. طبعا الأنظر سايد حضرتك اللي هو شباب الأطباء والمتلقيين, لولا انهم بيبقوا بكثره معانا زي ما احنا شايفين على الزوم وعلى الفيس وبالفيدباك اللي بيجي لنا والرسائل وكده, فده الضلع المهم جدا. يعني احنا فبنشكركم وبنقول لكم جزاك الله كل خير, ونتمنى دايما ان احنا نكون عند حسن ظن شباب الاطباء. احنا حضرتك في بداية شغل الجمعية والأكاديمية اتكلمنا على البرانشات زي الانفكشن, كان من ضمنهم برضو كام ويبينار عن الكوفيد 19 واسهبنا فيه. عملنا برضو ويفز على الجي اي تي ويفز على النيوتريشن. ان شاء الله يعني من يوم الجمعة اللي جاية ان شاء الله الساعة 9
باذن الله هنبدا ويف، وبرضه بناء على طلب يعني الشباب هم اللي طلبوا منا ان احنا نخش ونتكلم في تخصص الكارديولوجي او البيدياتريك كارديولوجي. فمعانا ان شاء الله كورس طويل في الكارديولوجي، الكورس كله بعنوان الهارت ديزيز ان تشيلدرن ريفيلينج ذا سيكريتس، ومعانا الدكتوره هاله اغا، معانا الدكتوره رانيا حجازي، معانا الدكتوره سونيا السعيدي، ومعانا الدكتوره هاله المرصفاوي، والدكتوره امال السيسي، والدكتوره رشا عمار، والدكتوره اميره عصمت، والدكتوره ايه فتوح، ومعانا برضو الدكتور احمد محمد عفيفي من مركز مجدي، الدكتور مجدي يعقوب لجراحات القلب. الحقيقه كل ويفز هتبقى لها موضوع معين. الويف الاولانيه هنتكلم على الهارت ديزيز ويرنينج ا ماسك، والويف الثانيه هنتكلم على الكونجينيتال هارت ديزيز وين ذا بيبي از نوت بلو او نوت ساينوزد، والاخر ويف هنتكلم على الكريتيكالي البيبي. نتمنى انها تبقى موضوعات حضرتك تبقى مفيده. الحاله الثانيه في كل البرانشات، كل الناس اللي يبعتوا لنا احنا ان شاء الله في مفاجآت في كل البرانشات، ولن نستطيع ان احنا نعمل كده الا بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه علينا، ثم اساتذتنا ثم المتلقين. وهنبدا رحله بقى مع الديسكشن مع حضرتك، نرجو ان انت تفسح لنا صدرك. يعني بدايه يعني في اساتذه يعني عظماء، اتمنى ان ما انساش حد منهم، كانوا متواجدين خلال المحاضره بتاع حضرتك، وكلهم تقريبا بيبعتوا تحياتهم وشكرهم لحضرتك. تحياتي لكم كلكم يا حبيبي، تحياتي لكم. على راسهم طبعا الاستاذ الدكتور حامد الخياط. لا يا حبيبي. وبيبعت لحضرتك كل الثناء والشكر والتحيه. من أساتذة العظماء برضو أمنا كلنا الدكتورة سناء يوسف، وبعت لحضرتك كومنت كده بتقول لحضرتك الرائعون لا ينشرون إلا كل ما هو رائع. عشان هي رائعة، عشان هي رائعة بس، ويعني ربنا يديها. احنا بنتعلم من الدكتورة سناء، وبنتعلم من كل أساتذتنا، والدكتور حامد، وكل اللي شرفوني بأنه أخذوا من وقتهم ولو 5 دقايق عشان يسمعوا كلام هم يعلموه احسن مني ويقدروا يأدوه احسن مني. لكن يجعلك دايما في تواضع كده. معانا برضو الدكتور ايهاب خيري، الراجل المحترم واستاذنا الجميل الدكتور عادل رياض، والاجمل الدكتور ثروت دراس، الدكتور محمد البربري اللي بعت لحضرتك تحيه برضو، الدكتور علاء حامد، والدكتور اسامه عشير من أسيوط طبعا، من الشباب الصاعد الواعد والنجوم المتلألئة الجديدة، الدكتور عادل نجيب، الدكتور تامر الشافعي بيقول لحضرتك ان هو مبسوط وفرحان جدا ان هو بيسمع لحضرتك، الدكتور أسامة حنيجل. دول انا اتمنى ان ما اكونش ناسي حد. وهنبدأ مع حضرتك أسئلة بسيطة في الأول، لأن الأسئلة بدأت تكتر معانا اهي. في الدكتور محمد عفيف القرش، الدكتور محمد بس عاوز حضرتك يعني احنا كدكاتره صغيرين هم، يعني انا عجزت خلاص وشعري بيض خلاص، فعاوز حضرتك تدينا زي كلو كده ازاي نفرق ما بين البكتيريا وبين الفيرال عشان ما نقعش في الخطأ اللي بيه ان احنا ممكن نندرج ان احنا نكتب انتي بايوتيك، ازاي نتصرف حتى في البرايفت او الاوت بيشن كلينيك؟ هو ده سؤال في الحياة مهم جدا جدا واشكره عليه، وسؤال يعني هو ده مربط الفرس او محور الحديث. يعني ازاي انا كجنرال براكتيشنر قاعد بشوف مرضى اقدر احدد كلينيكالي ايه هو الفيرال انفكشن فيرسس البكتيريال انفكشن؟ معروف طبعا ده يعتمد على انا بعالج ايه، هل بعالج جي اي تي انفكشن، ولا بعالج ريسبيراتوري انفكشن، ولا بعالج سكين انفكشن، ولا بعالج يعني بعالج ايه؟ ده مهم جدا يعني. وبالتالي في عندي حاجه اسمها الايفيدنس بيز ميديسن، وده انا ارجو ان احنا نهتم بيه جدا عن الكلينيكال براكتس ايفيدنس بيز جايد لاينز، ودي حاجات منشوره وموجوده في كل مكان،
هنلاقي في evidence based medicine على الـ upper respiratory tract infection، على urinary tract infection، على GIT infection، على skin infection، كل guidelines دي موجودة. بس هو للأسف برضو أنا يعني عايز يعني الحمد لله في activity دلوقتي معمولة كويس في مصر على إن إحنا نعمل our own clinical practice guidelines. يعني أنا صعب إن أنا في مجتمع عايش فيه له ظروف معينة واخد كلينيكال براكتس معموله مثلا في اوروبا او في امريكا وهقول ان هي دي كلينيكال براكتس جايد لاينز بتاعتي، لازم يكون في عندي ادابتيشن اوف ذا انترناشونال كلينيكال براكتس جايد لاينز علشان اقدر اقول ان دي ايجيبشن كلينيكال براكتس جايد لاينز. طيب كل الكلام ده برضه ملوش اهميه زائد السؤال اللي زمان ده بيقوله. طيب انا هتكلم مثلا على مثال الابر سبيرت تراكت انفكشن، وده بيشكل 70-80% من الانفكشنز اللي احنا بنشوفها ديلي للفيرست للفرونت براكتيشنرز. الابر ريسبيراتوري انفكشن فيفر وذ سنيزنج وراني نوز وبادي ايكس وبفتح الزور ما بلاقيش في ساينز اوف باكتيريال انفكشن، يعني ما فيش ريد بيلرز، ما فيش باسلز موجود على الفارنكس، ما فيش ستروبري تانج، ما فيش اريثيما، ما فيش اكزانثم، يبقى دي فايرال انفكشن. طيب اصبر على البي بي ده قد ايه يبقى انتي بايريتكس؟ بس في ناس بتقول 3 ايام، في ناس بتقول 5 ايام. انا مع 5 ايام اخذا في الاعتبار ان ما فيش كلينيكال ساينز اوف سيفير انفكشن، ان في جود ريسبونس فور انتي بايريتكس، وان الطفل ده ان بتوين الانتي بايريتكس از دوينج ويل نوت باد، ما هوش وحش قوي، مش نفسي، مش قادر يتحرك، he's not responding، لا بياخد مخفضات الحراره ينزل يلعب ويتنطط وياكل ويشرب ويعمل كل حاجه. This is a viral infection and you should stay for antibiotics with supportive treatment for at least from 3 to 5 days. If not، وانا شاكك ان حتى لو ما كانش في signs of upper respiratory bacterial infection، ممكن نعمل حاجة بسيطة جدا زي CRP أو CBS. مش هقدر أعمل للناس كلها lab investigation، يبقى now I'm justified to give an antibiotic. برضو هرجع تاني، إيه هو الانتيبيوتيك؟ بدي إزاي؟ بدوز قد إيه؟ لمدة قد إيه؟ عشان أنا متوقع بعالج إيه؟ هل بتوقع بعالج streptococcal upper respiratory infection؟ بدي له penicillin، وبدوله penicillin for 5 to 7 days according to the recommended dose for age. لكن مثلا لما نيجي نتكلم في infection تاني زي الجي اي تي infection، الدايري، احنا عندنا 90% من اسباب الدايري is a viral infection، فما فيش كل طفل بيتعالج بيجي له دايري لازم اديله بقى bacterial antiseptics وغاز جي اي تي antiseptics واديله انتي ايميتكس واديله antibiotics وانجكشنز. وحكايه الانجكشنز دي لازم يا جماعه نوقفها ارجوكم، يعني مش كل طفل جاي عندي اسهال لازم اديله السافترياكسون واديله الانتينال واديله النانازوكسايد. اتس هيل، يعني اتس هيل ان انا بعالج حاجه اوفر ويلمينج انتيبايوتكس. تمام، انا بس هاخد من الجزئيه الاخيره برضو، يعني طالما حضرتك اتكلمت على الريسبيراتوري تراكت والجي اي تي، طب امتى في حالات الدايريه او الجي اي تي عشان النقطه تبقى كلير للاودينس، يعني ندي انتيبيوتيك، يعني امتى اديهم؟ لو كان في عندي جنرال باد كونديشن اوف ذا تشايلد، يعني هاي فيفر، الطفل مش قادر يعني يدو ويل، شكله توكسيك، الـ frequency of diarrhea is not that watery diarrhea for frequent times، وإن الـ stool ممكن يبقى فيه blood أو فيه pus cells أو فيه mucus عالي قوي، الطفل عنده abdominal pain كتير، الـ vomiting في الحالات دي ما بيبقاش كتير قوي، قد الـ abdominal pain ممكن يبقى معاه tenesmus، ممكن يبقى معاه dysentery زي في حالة الإيكولاي والكاليبسيلا والإيكولاي، الحاجات دي ممكن تعمل بكتيريال انترايتس. لكن بتشكل قد إيه في المية من الكورونيك أو من الفريكوينت دايريال ديزيزز في مصر؟ دي لا تشكل أكتر من 2-3%. 95% من أسباب الدايريا في مصر هي فيرال انفكشنز. طب
طب معلش برضه معلش، انا عارف ان صدرك هيبقى راحب معانا يعني. بالعكس بالعكس. طيب دلوقتي في حالات برضه الضيارية او الناس اللي بيعملوا كتير ستول اناليسز ويطلع لنا بقى الايه السيست، انت ميبا هيستولوجيكا سيست والحاجات، ولو واحد كده هيقول لك ده انت ميبا ديسبار او وات ايفر سيست، هل دي ندي مترونيدازول ولا ما نديش حضرتك؟ الجايد لاينز بتقول لا، لان السيست باسرز عندنا في مصر كتير قوي، ودي انيسنت انفكشن اند از نوت ان اكتيف فورم اوف ذا ديزيز، لان معروف ان الانتاميبا الانترايتس بتعمل ديزنتري. الديزنتري يعني تنسمس وميوكس وبلاد ان ذا ستولز وابدومينال بين جامد قوي. ده الكلاسيكال تراياد اوف اكتيف انتاميبا انفكشن. لكن السيست باسرز بتعدي في حاجات كتير جدا، فلما الاقي جارديا سيست، لما الاقي انتاميبا سيستيكا سيست، لما الاقي ايكولاي سيست، الكلام ده كله it doesn't mean ابدا ان ذا اكتيف انفكشن، بالذات لو عملنا ستول اناليسيس ولقيناش في ميوكس في الستولز، مفيش باس سيلز اباف ذا نورمال، مفيش ريد بلاد سيلز ان ذا ستول، وفي جاست انتاميبا سيستيكا سيست، اتس nothing. It's nothing. خلي الاميون سيستم يتولريت ويحصل ادابتيشن للانفكشن. تمام، لان حضرتك دايما في الستول اناليسيس موجود الاندايجستد فود، موجود السيست، وللاسف الاثنين بيتاخد يعني خلاص ده ابنك عنده عسر هضم، والناس بتاخد كلمه عسر هضم دي مش عارف بحساسيه كبيره، عسر هضم يعني ما بيهضمش الاكل. هو انا بقول لهم دايما عسر الهضم ناتج من خطا الاهل مش من خطا الطفل، يعني احنا بناكل الطفل اكل ما بيتهضمش، مش هو اللي ما بيعرفش يهضمه، مش مفروض ان الطفل يهضم فايبرز، مش مفروض الطفل يهضم فاتس ان هاي كونسنتريشن. فلما الاقي فات جلوبيولز في الستول والاقي فايبرز كتير، ميت فايبر وفيجيتابل فايبرز، اعرف ان الخطا مش في الطفل، الخطا في الاهل انه بياكلوا حاجه مش مفروض ان هي تتهضم في الاطفال. اما الاقي في البراز ابقى اقول ان الطفل مش بيهضم، لا ده انت اللي مخليه مش يهضم، فمن فضلك طلع خطاك وسيب الطفل في حاله. تسلم يا استاذنا الدكتور اسامه حنيجي اللي طبعا من المنوفيه، والدكتور من الناس المحترمين القدامى اللي احنا بنحبهم كلهم يعني. الدكتور اسامه بيسال حضرتك بيقول كان وي يوز ازيثروميسين اند انتي اليرجيك دراجز توجذر اور ات مي ليد تو انكريز كيو تي انترفل. هو طبعا معروف ان الاذيثروميسين والكليندامايسين والكلاريزوميسين من حاجات اللي ممكن تزود الكيو تي انترفل، زي الكلوروكين دلوقتي ما بيتكلموا عليه ان هو دينجرس عشان بيزود، لكن هو في كام في الميه بيزود الكيو تي انترفل؟ ها، وهل كل الناس عندها سسبتبيليتي ان لما تاخد اذيثروميسين يحصل لها بنفس دي؟ اقل نسبه في المليون، واحد في المليون يمكن اللي بيحصل لهم ذيس سايد ديفكت او دراج ايفكت. لكن في عندي حاجات تانية كتير احسن، يعني ممكن دراج يعمل اي سايد ايفكت، واللي بيحصل له كيو تي انترفل انكريز ان ديوريشن بيبقى سسبتبل ان يحصل له ديسريزميا او اريزميا. دولت نسبه بسيطه جدا من اللي بيستخدموا الدراج. الدراج از فيري سيف. أمين. دكتور تامر الشافعي كفر الشيخ بيقول لحضرتك أنا في غاية السعادة في سماع دكتور الزلباني، وسؤالي هل تكرار وصف نفس المضاد الحيوي ليكون فعال بعد وقت أو انترفال يعني قد إيه ممكن أكتبه؟ يعني كتبت مضاد حيوي أستنى فترة قد إيه عشان أكتبه تاني عشان يبقى فعال أو لا؟ هو سؤال، يعني انا ارجو انه يذاع بطريقه ثانيه. هو هل انا لازم استخدم انتي بايوتيك ولا لا؟ دي واحد. لو كان لازم استخدم انتي بايوتيك علشان انفكشن انا عارف، وانا عارف ان الانفكشن ده الانتي بايوتيك ده افكتيف فيه، المفترض واديته ديوريشن صح بدوس صح، المفترض ان انا عملت ايراديكيشن للبكتيريا دي،
فصعب جدا انه يحصل ري انفكشن لنفس البكتيريا عشان استخدم نفس الانتي بيوتيك. لكن فرضا جدلا يعني فرض نظري انه حصل له انفكشن وديت انتي بيوتيك وتحسن وبعد اسبوعين ثلاثه جاله نفس الانتي بكتيريا ومستخدم نفس الانتي بيوتيك، استخدم نفس الانتي بيوتيك لانه مش هيحصل يحصل ريزيستنس الا اذا استخدمت انتي بيوتيك غلط، استخدمته ان يدوز اقل من البكتيريا سايد الايفكت بتاعه، او استخدمته ان ديوريشن اقل من الريكومندد فور وات يو تريت. فلو حصل فيلير اوف تريتمنت معناها كده فيلير اوف تروفز اوف ذا انتي بايوتيك ان ريجاردز التايب والدوز والديوريشن اوف تريتمنت. لكن عشان يو ديفلوب ريزيستنس فور ذيس انتي بكتيريال ات نيدز ا فيري ريبيتد amounts for the same bacteria in the same person. ودي طبعا بتبقى نادرة قوي. قال اذا كان بقى ناس بتستخدم نفس الانتيبيوتيك لكل واحد يجي نفس الطفل لكل حاجة يديله نفس الانتيبيوتيك. ده طبعا الخطر. لكن النظري بيقول ان الانتيبيوتيك طول ما هو effective against the bacteria I can use it whatever the duration is. وان تشيك برضو من الاهل على الكومبلاينس بتاع العلاج او الادمنستريشن بتاع العلاج برضه. يعني دي نقطه مهمه جدا. يعني المفروض ان انا بكتب دراج لازم اتاكد الافشنسي. يمكن لو حضرتك لاحظت واحده من ضمن السلايدز بعد ما بدي انتي بايوتيك وبحدد الدوز بتاعته بديسايد ان انا ادي انتي بايوتيك لازم ادرس الافكتيفنس بتاعه. والافكتيفنس نوت ان ذا كلينيكال بس، لكن مثلا انا استخدمه العلاج صح واستخدمه كم ازازه، كم يستخدموه ازاي، وهل الطفل كان بيرجع او ما بيرجعش، وهل احنا اكتفينا بالكلينيكال كيور ولا كملنا الكورس اوف تريتمنت. الكلام ده لازم نستوفيه من العيان لما نيجي نشوفه تاني تو اسس ذا افكتيفنس اوف تريتمنت. وانا عايز اقول ان الافكتيفنس اوف تريتمنت حاجه والافيشنسي اوف تريتمنت حاجه ثانيه. الافكتيفنس دي ممكن تحصل مع اي واحد تدي له انتي بايوتيك لمده يوم ثلاثه ويتحسن، لكن الافيشنسي هي دي اللي تهمنا. ان مش مجرد بس ان حصل كلينيكال كيور، لا، انا تاكدت ان العيان استخدم العلاج وهو سليم الفتره اللي انا قلت له عليه. وده واحده من ضمن الفايف كريتيريا المهمه جدا وانا بكتب الانتي بايوتيك، غير التشويس وغير ان حددت له الدوز والديوريشن لازم اتاكد من الافشنسي اوف ماي تريتمنت. لان هي النقطه دي حضرتك في منتهى الاهميه بالنسبة للفيزيشن وبالنسبة للمزرز أو للفاميلي. يعني الفيزيشن ممكن زي أي حد مننا يقع أن يكتب زي ما حضرتك تفضلت وقلت في المحاضرة أن يكتب أنتيبيوتيك نوت رايت أن هو يكتبه أصلاً، المفروض ما يتكتبش. الحاجة الثانية لو هو فعلاً في هايلي إنديكيشن واتكتب، للأسف الأهل بيعتبروا الأنتيبيوتيك معرفش هو ده بتاع المناعة، ده بيهبط المناعة. يعني أنا بتكلم بالبلدي شوية إن ده اللي إحنا بنفيس إت مع العيانين. لا، ده أنا مجرد ما الولد اتحسن يوم ولا اتنين خلاص ده عشان المناعة بتاعته والولد ضعيف وما يستحملش، والكلام اللي حضرتك أستاذنا فيه وبتواجهه دايما ده. يعني نعلق للأهل إزاي على حتة إن الأنتيبيوتيك ده بيبوظ مناعة الطفل، unless طبعا ان هو هاي. انا بتكلم لما يكون highly indicated، لما يكون الانتيبيوتيك highly indicated في الكونسلتيشن مع الاهل، بالذات لو كانت الناس بسطاء شويه ودولت اهلنا ولازم احنا واجبنا نعلمهم، لازم نفهمه ان الانتيبيوتيك دواء زي اي دواء وان له استخدام، والاستخدام ده عشان يكون امثل لازم يكون اولا ان صح ان انا ادي انتيبيوتيك، وانا لازم اقنع العيان مش العيان يقنعني او المجتمع اللي يقنعني. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. الدكتور برين كوميونيتي درايف حاجه تانية، والكوميونيتي دكتور درايف حاجه تانية. انا عايز انا اللي علم المجتمع مش المجتمع اللي يعلمني، دي حاجه. فانا اصر او لا مش هديك انتي بايوتيك، مش لان الانتي بايوتيك وحش، لان الانتي بايوتيك ملوش دور هنا. دي واحد. اتنين، لما اكتب له انتي بايوتيك اقول له الانتي بايوتيك هنا مطلوب، ومطلوب بالجرعة الفلانية للفترة الفلانية، ومش مجرد ما الطفل تحسن توقف، مش عشان حاجة في الإيمين سيستم، لكن خلي بالك عشان البكتيريا بتتعلم، واللي انت بتعالجه منه ده ممكن بكرة يجيلك أشد وما يستفدش المضاد الحيوي.
لكن لازم نلاحظ برضو ونعلم الناس ان الانتي بيوتيك مش اي علاقه بالمناعه. الانتي بيوتيك ده بيساعد جسمي على ان هو يقاوم البكتيريا اللي بتخش، مالوش دعوه بالفيروسز، مالوش دعوه بالمناعه، بالعكس ده بيساعد المناعه. لكن امتى انا ابوظ مناعه الطفل؟ لما بستخدم انتي بيوتيك مالوش لازمه وده بيشيل البكتيريا الكويسه اللي بتحسن لي مناعتي، مش لان الانتي بيوتيك بيقلل المناعه. الانتي بيوتيك از نوت ان اميون سبريسيف، الانتي بيوتيك از اميون موديليتور، والاميون موديليتور ده اميون بوتنشيليتور مش اميون سبريسيف. في نوع من الانتي بيوتيك زي ما قلت اخر سلايد في المحاضره، ودي محاضره لوحدها ممكن نبقى نقولها مره ثانيه، اللي هو الانتي بيوتيك يوز اوف انتي بيوتيكس، في الكلاريثرومايسين والاذيثرومايسين، ودي انتي بيوتيكس ليها انتي انفلاماتوري افكت ولها اميون سبريسيف افكت، بس ده موضوع تاني بجرعات تانية في أوقات تانية في ديزيز تانية. أنا مش عايز أرخبط الناس، لكن عايز أقول إن not all the antibiotics are immune suppressives، بالعكس they are immune indirect immune modulators، بتحسن الإميون سيستم عن طريق إن هي بتحارب البكتيريا الضارة وبتحافظ على البكتيريا النافعة. ربنا يفتح عليه. وبمناسبة الجملة اللي حضرتك قلتها ان احنا فعلا ما يجبش ان احنا نستقي المعلومة من الكوميونتي، يمكن احنا في النيوناتولوجي في مثال شهير عندنا للأسف متواجد، اللي هو حكاية اللمبة النيون والجونز والصفر. يعني للأسف ساعات بعض أطباء يعني لسبب أو لآخر بيجي طفل بالأهل بتاعه يقولوا له والله ده الطفل ده كان جاله الصفرة وحطناه تحت لمبة نيون وما شاء الله الصفرة قعدت كام يوم ومشيت. فللأسف الطبيب بيجي العيان اللي بعده يقول لهم البيبي ده عشان الصفرة تروح نحطه تحت لمبة نيون، فهو ده أو اديله لبن صناعي، أو اديله لبن صناعي عشان الصفرة. فهي دي للاسف المعلومه اللي احنا يعني احنا انا شخصيا بعتذر ان انا بقول المعلومه دي، بس عشان لو حد ما جاتلوش المعلومه دي بالنسبه لللبن الصناعي او بالنسبه ان احنا نحط البيه على لمبه نيون، للاسف ده كلام ما يصحش ان احنا نعمله. ولا برضو حتة ان في اكل معين اثناء الحرارة نمنعه، البيض والسمك واللبن والكلام ده مفيش اي علاقة. فيعني الله المستعان، يعني ما يعني ايه، انا اسف ان احنا بنكرر الموضوع ده بس للصالح. اتفضل يا استاذ. ذا النون ده صح على فكرة، ذا النون صح، وذا النون ذهب مغاضبا صح. صح، هو جدودي بيروي لنا الحكايه ان هو كان فعلا بيتكتب كده، واحد الناس بتوع السجل المدني هم اللي حرفوا ذا النون لكلمه زنون على طول. ايوه الله يفتح عليك. فدكتور زنون، احنا لازم نرجع تاني لاصول الطبيب اللي هو الحكيم. الحكيم كان زمان هو حكيم المنطقه اللي عايش فيها، يرجعوا له في المرض ويرجعوا له في الطلاق ويرجعوا له في المشاكل ويرجعوا له في الميراث. كان حكيم، حكيم لأنه عنده الحكمة، والحكمة ضالة المؤمن كما يقال. فالحكمة في أن الدكتور يرجع تاني أن هو يقود، وأنا بقول يقود وتحت منها 100 خط، تعديل سلوكيات المجتمع وليس العكس. يجب أن الطبيب، وأنا رسالة أرجو أن تلاميذي وأخواني وأساتذتي اللي علموني كده، إن أنت مصلح مجتمعي مش مجرد إنك بتكتب روشتة، لا، أنت يجب إنك تحسن من، مش هقول أخلاقيات، لك من ممارسات المجتمع في مجال الطب، ممارسات المجتمع في مجال الأكل، ممارسات المجتمع في مجال النظافة، ممارسات المجتمع في مجال الوقاية ومفهومها ونظافتها. كل الكلام ده هو دور الدكتور، مش الدكتور وظيفته انما يجيله مريض انه يقنعه انك انت لازم تاخد الدواء دهوت ويسيبه ويمشي، او انه يتقاضى منه مقابل انه هو يرضيه بس. دي سقطة. انا اسف اني بقول هذه الكلمة، في مجال الطب يجب ان احنا نعدلها، ومش هيعدلها للدكاترة نفسه، لان يعني احنا عندنا ممارسات كتير جدا في المجتمع، وانا اسف ان اقول كده واقوله على الملأ وقدام كل الناس، ان الممارسات السيئه دي سببها احنا كاطباء مش حد ثاني. سي اس
قيصريه اللي عمالين نشتغل فيها ليل نهار، ما فيش ست النهارده بتولد الطبيعي، دي جريمه. الاكل البدري وعدم الرضاعه الطبيعيه وعدم الاهتمام بالنظافه الشخصيه وعدم الاهتمام بالتعليم والتدريب، الحاجات دي مهمه جدا جدا. وانا اشكر منصه زي منصتكم انها حقيقه بتساعدنا على ان احنا ننشر هذا الفكر لزمايلنا، وارجو انها توصل للمجتمع من خلالهم. ده دور الدكتور اللي هو الحكيم، وانا ارجو ان احنا يعني يكون عندنا الحكمه اللي نستحقها. يا رب، اللهم امين. في سؤال شائك يعني شويه، حته بقى الكورونا واستخدام الانتيبيوتيك معاها، الزيستروماكس او ما شابه، فانت راي حضرتك ايه في البوينت دي؟ طيب انا اسمح لي الاول اعمل تعليق، من قال لا اعرف فقد افتى. الله يفتح عليك. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ما حدش لسه عارف الكورونا كوفيد 19 دي عباره عن ايه، الابيديميولوجي بتاع شكله ايه، الباثوجينيسيس بتاعتها شكلها ايه، الباثوجينيسيس بتاعها شكله ايه، الباثولوجي بتاعها شكله ايه، كلها كونفليكت ريزلتس. وبنسمع النهارده في اليوم الواحد 30 راي، الراي وعكسه بالليل، وللاسف من منظمات عاليه الجوده، بنشوف دلوقتي ديبيت كبير قوي. فانا في الحقيقه يعني خير ما يقال في هذا الكلام اني لا اعرف، وطالما قلت انا لا اعرف فانا صادق مع نفسي وصادق مع الناس. انا شايف والله اعلم ان استخدام المضادات الحيويه في هذا الفيروس has no place، وان استخدام ادويه ثانيه لها انتي انفلاماتوري او immune suppressive function اعتقد انها لها اهميه، وان كان لسه الى هذه اللحظه ومش قريب هيبقى عندنا في evidence based medicine on what we use and on what basis we used. انا محترم جدا الكلمه المقوله اللي بتقول من قال لا اعرف فقد افتى، وكل ما ليس ما كل ما يعرف ليس يقال، مش كل حاجه بنقولها، وليس كل ما يقال جاء اوانه، وليس كل ما جاء اوانه حضر اهله. يعني انا برضو ما اقعدش اتكلم بالعلم قدام ناس في قريه كذا، يعني الناس بتتلخبط وبيسيبها البانيك ويجروا على الصيدليات يجيبوا الدواء ويخزنوه علشان هو ده بتاع الكوفيد. مين قال الكلام ده؟ لازم يا جماعه نعرف ان الانفكشن دي رغم ان هي very highly contagious و very commonly spread، وان الكومبات الوحيد ضدها هو البيرسونال ايزوليشن، التباعد بيننا وبين بعض والحفاظ على الممارسات الصحيه الامنه، لان 90% من هذه الانفكشن بتعدي على انها viral infection very safe very light وبتعدي very smooth، وان الهاي بوبوليشن هاي ريسك بوبوليشن هو دول لازم نخلي بالنا منهم، وهم دول لازم نخلي بالهم من نفسهم، ومش بالمبالغه في استخدام المطهرات، ومش في المبالغه في التباعد الاجتماعي، احنا هنخسر بعض في الاخر كمجتمع، وبيوت اتخربت عشان الناس قعدت خايف. انا مش مع ان احنا نلتصق ونتجمع ونحضن في بعض ونبوس بعض ونعمل افراح ونعمل، لا لا لا، ده صح ده غلط. انا شايف ان المجر الاولاني هو التباعد، المجر الثاني هي الحمايه الشخصيه، المجر الثالث هو العلاج البسيط جدا لاي فايرال انفكشن لمعظم الناس، والمجر الرابع ان الهاي ريسك بوبوليشن شود take serious isolation procedures and urgent management according للبروتوكول اللي بتعتمده المسؤول وهي وزارة الصحة. مش أنا هقعد النهاردة أقول البروتوكول وفلان يقول بروتوكول وعلان يقول بروتوكول، والكلام ده هو تشتيت للمجتمع الطبي وتشتيت للمجتمع وسوء استخدام للريسورسز بتاعتنا. لازم نبقى كلنا وراء جهة واحدة وهي وزارة الصحة، هي المسؤولة عن هذا الكلام، وهي اللي حاطة البروتوكول وحاطة very clear و very objective و staged، ولازم ان احنا نحترمه. وارجو من خلال منصة حضراتكم دي ان احنا نقلل شوية البانيك الموجود في المجتمع من الكوفيد، ما هواش يعني plague، ما هواش حاجة خطيرة قوي في معظم الناس، وربنا يسلمنا منه ان شاء الله اولا واخيرا. لكن انا عن نفسي انا شخصيا انا لا اعرف
اذا كان الانتيبيوتيك يوز مظبوط ولا لا، اذا كان الكلوروكين مظبوط ولا لا، اذا كان الكورتيكوسترويدز مظبوط ولا لا، اذا كانت الانتي كواجلانس مظبوط ولا لا. لكن انا بحترم قوي الناس القائمه على هذا العمل، بحترم جدا البروتوكولز اللي بتطلع من الجهات المسؤوله، ويجب كلنا نحترمها وكلنا نطبقها. يعني أنا شخصياً يعني بحترم حضرتك وأحيي حضرتك على الإجابة على السؤال الأخير ده، لأن ده الإجابة وطريقة الإجابة على السؤال ده يا دكتور محمود، ده مثال نموذج لنا جميعاً وللقاصي والداني. الإجابة النموذجية اللي حضرتك قلتها دي ربنا يفتح عليك يا رب. وعلى فكرة الإجابة دي يعني مش عاوز أقول لك يعني تقريباً وفرت علينا حوالي 15 سؤال. يعني في 15 سؤال كانوا هيتسألوا تقريبا في نفس الدايليما وفي نفس الموضوع ده، فشفت بقى الصدق مع النفس وفر علينا يجي نص ساعة. فربنا يكرمك يا رب ويبارك في حضرتك. اللهم امين يا رب يخلي حضرتك. الدكتور أستاذنا طبعا والباشا الكبير الدكتور حامد الخياط يعني بيحيي حضرتك وبيقول لك how to minimize drug resistance. ان minimize drug resistance عن احنا نقلل الابيوز اوف انتيبيوتكس simply speaking. الحاجة التانية وده مهم جدا ان احنا نرجع تاني واستاذي الدكتور حامد عارف هذا الكلام تماما يعني، ويعني بس هو عايز يرسل. الحاجه الثانيه وده مهم جدا يا سعاده رفيق، ان احنا نزود الدايفيرسيتي اوف مايكروبس عن طريق تقليل اليوز اوف انتيسيبتكس في المجتمع، لان ده مهم جدا جدا، بيمرن الاميون سيستم بتاعنا، بيحسن الميكروبيوم كوميونتي اللي موجوده في جسمنا، ودي اهم سلاح لجود اميون سيستم، واهم سلاح لان البكتيريا دي نفسها هي اللي بتحارب البكتيريا التانية اللي بتعمل بكتيريال ريزيستنس. فالاستخدام العاقل للانتيبيوتكس، ان احنا نمنع الابيوس اوف انتيبيوتكس، ان احنا نسمح بمينيمال هارمليس انفكشن ان ذا كوميونتي أطفالنا بالذات عشان نبوتنشيت الإيمين سيستم بتاعنا. تسلم يا أستاذنا ربنا يبارك في حضرتك. في سؤال برضو لحضرتك من إياد، how use low dose of antibiotic for long periods in UTI infection. No role for prophylaxis in using antibiotics or not. لا طبعا في رول كبير جدا في البروفلاكسيس اوف انتيبيوتكس، بالذات في الولاد اللي عندهم ريفلاكس وعندهم سيكندري بكتيريال انفكشنز كتير في اليونيتكس الايكولاي وفي الفيزايكوريتريك ريفلاكسيس والكلام ده كله، اللونج تيرم يوز اوف انتيبيوتكس. بس هو السؤال اللي عليه ملاحظتين، which antibiotic you will use for which bacteria، اللي هي غالبا جرام نيجاتيف اي كولاي او كليبسيلا، فايه هو البروبر انتيبيوتيك بيزد اون كالتشر اند سنسيتيفيتي. دي واحده. الحاجه الثانيه مفيش حاجه اسمها لو دوز، في حاجه اسمها بروبر دوز. مفيش حاجه اسمها نستخدم مضاد حيوي خفيف، مفيش داعي نروح لمضاد الحيوي الثقيل. الكلام ده لازم يتغير يا جماعه. مفيش حاجه اسمها مضاد حيوي خفيف، في حاجه اسمها مضاد حيوي تقيل، مفيش حاجه اسمها مضاد حيوي ندي جرعه بسيطه ومضاد حيوي ندي جرعه عاليه. في حاجه اسمها نستخدم المضاد الحيوي الصح بالدوز الصح للديوريشن الصح للميكروب الصح، وده يا اما يبقى كلينيكال ايفيدنس بيزد جايد لاينز بتقول ان في مصر في حالات الـ UTI infection نتيجة E. coli البست دراج كذا فور كذا بدوز قد كذا، ده guideline يحترم، أو based على on my experience. الـ personal experience دي بتبقى guideline، بس based برضو على الـ culture والـ sensitivity والـ type of the microbe والـ type of the antibiotic اللي هستخدمه والـ dose والـ duration وال expected side effects of the drug. ما أنا ممكن أدي للطفل مثلا دواء لمدة 6 أشهر ويتحسن UTI بس أبوظ له الكلى،
ابوظ له الليفر، مش كده؟ فلازم نحط الفور ايتمز اللي احنا قلنا عليهم. هل في انتيبيوتيك ولا لا؟ لو كان في انتيبيوتيك اوكي، بعالج ايه؟ يبقى لازم انا عارف انا بعالج ايه، يبقى هدي له مضاد حيوي قد ايه، يبقى انا عارف بدي له مضاد حيوي كدوز وكديوريشن وكفريكوانسي. اخر حاجه الاكسبكتد سايد افكتس والفولو اب، هحط تحت فولو اب دي 100,000 خط. ما يتسابش العيان اللي عنده كرونيك انفكشن بياخد انتيبيوتكس لحاله، لازم يتابع ويتشاف البيزك ليفر فانكشن ويتشاف البيزك رينال فانكشن ويتشاف الافكتفنس اوف ذا دراج، وتعمل اللي حضرتك قلت عليه يا دكتور زنون، ان لازم نعمل كونسلتيشن للبيرنتس نفسهم واتاكد ان العيان ده كومبلاينت بروبرلي فور ذا تريتمنت ريجيم. شكرا يا استاذنا. الدكتور عمرو ابراهيم استاذ طب الاطفال والحساسيه والمناعه، يعني انا معلش يا دكتور عمرو والله يعني هو بيقول فين اسمي يا زنون، فانا بعتذر له يعني غصب عني يعني معلش. نور يا حبيبي نور. في شات وفي كويتشن اند انسر، فالواحد بيحاول يجمع بينهم على قد ما يقدر يعني. في برضه سؤال لحضرتك ان جنرال، الزيرز ديفرنس بتوين، واعتقد انت استعملت ستريس على النقطه دي بس معلش لازم ناكد عليها تاني، الزيرز ديفرنس بتوين ذا ديفرنس ان ذا افكت بتوين ذا اورال اند بارينترال ان ذا يوز اوف انتيبيوتكس. هو يتوقف على حاجتين مهمين جدا، على الهيمودايناميكس والهيموكاينيتكس بتاع الدراج اللي انا هستخدمه، وانا عايز اوديه فين الدراج ده، انا عايز الكونسنتريشن العالي بتاعه يبقى في انهو سايت، وعشان استخدمه في انهو سايت يبقى السيرم كونسنتريشن اوف اورال فيرسس السيرم كونسنتريشن بارينترال، سواء كان اي ام اور اي في. وهل انا لما بديه اورال بيوصل لسيرم كونسنتريشن عالي يقدر يعدي البلاد بارير بتاع الجزء اللي انا عايز اعالجه؟ مثلا انا بعالج بالمونري انفكشن، والبالمونري انفكشن معروف العالم كله في الجايد لاينز بيدي الاموكسيكلاف في التريتمنت اوف نيمونيا، احنا ما نعرفش عندنا ليه، لانهم عاملين دراسات وعارفين ان السيرم كونسنتريشن اوف اموكسيكلاف بيعلى لدرجه انه يعدي البلاد بالمونري بارير ويوصل للبالمونري تيشو وبيبقى افكتيف للبكتيريا اللي هي نيموكوكاي. هل احنا عندنا هذه الدراسه؟ لا. طيب هل احنا نقدر ندي اورال انتيبيوتيك لطفل عنده لوبر نمونيا؟ سؤال، ده دورنا احنا بقى اكاديميين، لازم نطلع الجايد لاينز بتاعتنا. فالحد الفاعل في هذا الموضوع انا بعالج ايه، بعالجه فين، ومتوقع الدواء اللي حديه لو حديه اورال يبقى هيبقى افكتيف ولا لا، ولو ما كانش افكتيف حديه بارنترال ازاي وبانه دوز وفوران تو ديوريشن. ده السؤال وده الاجابه. تسلم يا استاذنا، ربنا يبارك فيك. حضرتك في برضه سؤال، دو اي نيد تو دو كالتشر بيفور بريسكرايبنج انتيبيوتيك اور ستارت امبيريكال، اند وات اباوت ذا ابروبريت تايب اوف انتيبيوتيك بيزد اون ذا ايجيبشن ريزيستنس، is there is source of for this؟ طبعا في sources عندنا على البكتيريا resistant pattern لبعض الميكروبس عندنا في مصر، والانتيبيوتيك resistance pattern ده موجود، وموجود في ال WHO، وموجود في لو حد عايز يعمل سيرش على اي انتيبيوتيك والresistant pattern بتاعه، او اي انه ميكروب والresistance pattern بتاعه، وده موجود، موجود عندنا في ايجيبشن جايدلاينز بتقول هذا الكلام، وفي ميدل ايسترن جايدلاينز بتقول الكلام. للاسف الريزيستنس فور نيموكوكاي فور اكزامبل اند فور ستريبتوكوكاي للبنسلين والاديستروماكس بقت عاليه قوي في مصر، تعدي ال 60-70%، ودي رقم يرعب يعني. Resistance for macrolides resistance for vancomycin والكينولونز بقت عالية جدا، بالذات في النيونيتال ايج وفي البيدياتريك ايج، عشان زي ما قال أستاذي وأخويا الكبير ومعلمي الأستاذ دكتور حامد الخياط،
ازاي نقلل البكتيريا ريزيستنس. ليف ذا بكتيريا ان بيس، دونت ابيوز انتيبيوتكس، وحسن مناعه المجتمع مش عن طريق الادويه. تحسين مناعه المجتمع تيجي عن طريق النورمال هيلثي لايف ستايل، وده يجي عن طريق البروبر نيوتريشن وعن البروبر اكسبوجر تو ذا انفايرمنت. الطفل لازم يقعد في الشمس، لازم يجري، لازم ينطلق، لازم يكون مناعته النفسيه كويسه جدا، التغذيه بتاعته تكون كويسه، ان اسيبه يتعرض لدايفرستي للكوميونتي مايكروبس، وده مهم جدا جدا جدا. I not use anti-infectives كتير. I'm not use chemicals in general كتير. وأعتمد على الطبيعة في تحسين مناعة الطفل والمجتمع. وبالتالي أنا بحسن المناعة. لكن ما فيش عيان مش داخلي أو بشوفه أنا بقول لي أنا عايز أدوية ترفع مناعة الطفل. عايزين بس معلومة يا واسم نوصلها. تمام، يا ريت. إن زيادة المناعة تري باول ديز ده الكانسر. هو الكانسر مش اب مو يعني اسمها ايه ستيمولانس. دكتور محمود الكلام الشعبي قال عن الادويه وعن الدايت ده فود، يبقى احنا نهتم بالجود بروبر نيوتريشن. دكتور محمود بروبر لايف ستايل، بروبر اكسبوجر تو سان. دكتور محمود انا اسف معلش، الـ كان في تقطيع جامد، يعني تقريبا ما وصلناش الصوت من اول ما قلت انا عاوز اقول لكم على حاجه مهمه، يعني الجزئيه اللي فاتت دي معلش انا اسف، عاوزين حضرتك تقولها تاني لان الصوت كان مقطع مش كلير خالص فيها. معلش انا بعلق على ان الناس بتطلب من الدكتور ادويه ترفع المناعه. ايوه سامعني كويس يا دكتور محمد؟ اه كده معقول. الناس الناس بتطلب مننا ادويه ترفع المناعه، ومفيش عيان داخلي بيقول لي حاجه اسمها دواء يرفع المناعه. بالعكس، زياده المناعه قد تكون خطر على البني ادم، ودايما بنقول ان امراض الحساسيه تهيج مناعي، ان امراض السرطان ده كريزنس اوف ذا immune سيستم، ان امراض الالتهابات المزمنه في القولون وفي الجلد وفي العين دي امراض زياده مناعه. احنا ما نقولش ان احنا عايزين نزود مناعه ولادنا، احنا عايزين نقول ان مناعه ولادنا طبيعيه. ودي تيجي على ازاي؟ تيجي ان احنا اولا نورمال لايف ستايل، يعني الطفل اللي احنا مهتمين بده لازم يعيش نورمال لايف ستايل عن طريق تغذيه كويسه، اكسبوجر تو سن، اكسبوجر تو ذا كوميونتي مايكروبس، لان هو ده بيحسن المناعه بتاعت الاطفال، مش الادويه، مش الكيميكلز. طيب الموضه بتاعت نستخدم حبه البركه ونستخدم زيت زعتر ونستخدم مش عارف ايه عشان يرفع المناعه، هقول لهم في الاخر ده تغذيه، ده هابت، ده كوميونتي هابتس، دي تراديشنز. اوكي انا ما عنديش عنها اعتراض، لكن ما فيش حاجه اسمها ادويه تزود المناعه. في حاجه اسمها بعد عن الكيماويات، بعد عن الانتيبيوتكس، ان الطفل يعيش هيلثي لايف. والهيلثي لايف من اهم الحاجات الهيلثي اللي لازم نهتم بيها هي السايكولوجيكال هيلث، الحياه النفسيه الطبيعيه بتاع الطفل السعيد اللي بيجري في الشارع ومتعرض للشمس وبياكل كل حاجه وبيشرب كل حاجه وبيبعد عن الكيماويات والاديتيف. دكتور محمود، دكتور محمود سامعني؟ ايوه معلش النت كان برضو بطيء شويه عند حضرتك في ال
دكتور محمود. دكتور محمود استأذنك بس تعمل مؤقتا ستوب فيديو ونسمع حضرتك صوت حضرتك، لان الصوت مش كلير بالنسبة لنا. في مشكلة في الانترنت شوية يا دكتور زنون؟ لا كده اعتقد افضل كده. سامعني كده حضرتك؟ انا سامع كويس يا حضرتك. ايوه طيب، في جزئية برضو يعني احب نخش فيها ولا ما نخشش فيها؟ الجزئية بتاعت النيوناتولوجي، ولا ده سبيشال سيكتور لوحده ما نعلقش عليه؟ يعني انا اعتقد الساب لزمايلنا اساتذه النيوناتولوجي هم اقدر مني. احنا بنتكلم على جنرال جايد لاينز تستخدم، او جنرال برنسبلز اوف انتيبيوتيك يوز تستخدم مع اي ايج كاتيجوري، من اول النيوبور، من اول الام وهي حامل، لحد وات ايفر ذا سن. نفس القواعد تستخدم لكل الناس. لكن طبعا اساتذتنا النيوناتولوجيست اقدر مننا ان هم يحددوا ايه هي الميكروبيال دايفيرسيتي اللي موجوده عندنا في مصر في البيك يوز، ايه هي الموست امبورتنت انتيبيوتكس. وفي هنا حاجه مهمه جدا ويمكن انا اشرت اليها، لكن استاذتنا اعتقد برضو بتوع الانتنسيف كير، سواء كان يونيتال انتنسيف كير او تشايلد هود انتنسيف كير، يكلمونا فيها هي الانتيبيوتيك كومبينيشنز دي. وبعدين هل انا لازم استخدم الابر شيلف انتيبيوتيك ولا لازم ارجع تاني للفيرست لاين انتيبيوتيكس، وايه هو السينرجيزم، وايه هو الانتوجينيزم، هو الاديزم اللي بيحصل مع الانتيبيوتيكس. دي محاضره تانيه يعني انا لو كان لي عمر ممكن اتكلم فيها، لكن اساتذتنا الافضل مني في الكلام فيها هم بتوع الانتنسيف كير، لان هم بيستخدموا الانتيبيوتيكس ان كومبينيشن 2 و3 انتيبيوتيكس ان ذا سيم سيشن. تأثير الكلام ده ايه على الـ على الـ على الهوميوستاسيس بتاع الطفل، تأثير الكلام ده قد ايه على الميكروبيال كوميونتي بتاع الطفل، تأثير الكلام ده قد كده بعد كده على الميكروبيال دايفيرسيتي اللي هيطلع بيها الطفل من النيرسري او من الانتنسيف كير وهو واخد اكستنسيف هاي اند انتيبيوتكس. ده موضوع كبير نبقى نتكلم فيه مره ثانيه ان شاء الله. تسلم يا استاذ، ان شاء الله باذن الله. في سؤال، وي هاف تو ديبند اون تمبريتشر تشارت تو ديفرنشيت بتوين دي فايرال اند بكتيريال ديزيزز. ما فيش ايفيدنس بيس جايد لاينز بتقول ان في تمبريتشر تشارت كاركترستيك فور فايرال اور بكتيريال انفكشن، لكن في تمبريتشر تشارتس سبيسيفيك فور سيرتين ديزيزز زي الديورنال فيفر، النكتورنال فيفر، الريكارنت فيفر، ده موضوع تاني. لكن انا بتكلم على الدي تو دي مانجمنت، هل استخدم الحراره كمقياس ان انا لازم ادي انتيبيوتيك؟ لا لا لا، لان 41 ممكن تبقى ديو تو فيري ترايفل فايرال انفكشن، و38 ممكن تبقى نتيجه فيري سيفير بكتيريال انفكشن نيدز اي سي يو. فبليز دونت ديبند على الفيفر، الفيفر the reaction of the body on the immune system to the infection. في بعض ال severe overwhelming infections الحرارة تبقى ضعيفة جدا، يعني sepsis يجي لي ب 38 ونص، و viral upper respiratory tract infection flu يجي لي ب 41. يبقى don't take the fever as an indicator of the severity of infection. واحد. نمرة اثنين ال use of antibiotics. لكن اقدر اخد the response of fever to antibiotics as a measure. يعني ال 41 دي لو اديت لها مخفضات حراره بدوز صح ونزلت اتس nothing. ساعات بنلاقي طفل عنده 38 درجه ونص وتدي له antibiotics هو in a very bad general condition and he is not responding to antibiotics، ده تخاف منه. يبقى هنا response of antibiotics to او response of fever to antibiotics is the important key rather than the degree of fever itself and the general condition of the child. تسلم يا أستاذ، أشكر حضرتك على الإجابات اللي دايما إجابات وافية. الله يخلي حضرتك يا دكتور زين، ربنا يكرمك. وأشكر شركة الحكمة
ان اديتني الفرصه دي ان انا اكون معاكم، شرف ده ان انا اكون معاكم. ربنا يبارك فيك يا مصطفى. احب اشكر اساتذتي الافاضل اللي يعني ادوني الشرف انهم يسمعوا البرزنتيشن ده، اضافه ليا كبيره قوي، على راسهم استاذنا الدكتور حامد الخياط واساتذتنا وزمايلي العظام. واشكر حضرتك يا دكتور زنون وعلى الاكاديميه المصريه لطب الاطفال على دورها الرائع في الحقيقه في واخويا طبعا الدكتور وائل بحبح. وائل بحبح ده موضوع ثاني، ده موضوع ثاني. الله يدير الصحه. ربنا يبارك. يعني اعتبر ده ختام للمحاضره كده ولا انا تحت أمرك. انا تحت امرك، انا مش عايز اسيبكم في الحقيقه، ولو كان في اي اسئله يعني يكون فيها اضافه للبراكتس او للبيهيفير. استاذنا البيهيفير ده مهم جدا عندي، لان الاكسبيرينس يعني سكيل صنعه ده مهم. ثالث حاجه ودي اللي تهمني جدا جدا، الاتيتيود. واحده فقط واحدة لا يبقى دكتور غير مكتمل، دي مصيبة. عنده علم وعنده مهارة عالية جدا، ما عندهش أخلاق مهنية جيدة. ترى حاجة دي أنتوا تنشروا علم، ده شيء كويس جدا جدا. نتمنى أن احنا في وقت من الوقت يبقى عندنا workshops نقدر نضيف skills لدكاترتنا العظام. لكن اللي يهمني جدا واللي نقدر عليه، ودي مسؤولية كل دكتور جوا نفسه، هي البروفيشنال اتيتيود، السلوك المهني المتميز اللي فيه أمانة وفيه إخلاص وفيه حب وفيه قيادة فكرية للمجتمع وفيه قيادة وعي للمجتمع اللي احنا عايشين فيه. تسلم يا أستاذنا، ربنا يكرمك. احنا تسمح لنا بس يا أستاذنا 10 دقايق. لا تحت امرك، تحت امرك. 10 دقايق بس. انا بس مش عايز الناس تزهق، ده القصه. لا لا، الناس ما شاء الله معانا اهو، والعلم حضرتك لو قدام حضرتك فيه لسه 85 سؤال، بس طبعا مش هنقدر نكبر كل ده. الدكتور مصطفى السعيد استاذنا كلنا وعمري السعيد كله يعني بيقول لحضرتك محاضره رائعه، وفي سؤال لحضرتك: It is necessary to follow the international guidelines in treatment of bacterial infections. انا شايف طبعا استاذنا الدكتور مصطفى السعيد اخويا الحبيب من ملك اسيوط او عمده اسيوط زي ما بيقول العمده يا استاذ. دكتور مصطفى يعلم الاجابه على هذا السؤال جيد. هو الاهم مش احنا نمشي ورا الانترناشونال جايد لاينز، المهم ان احنا نعمل ادابتيشن للانترناشونال جايد لاينز اكوردنج تو ذا ايجيبشن ميديسن. لان انا محتمل جدا ان احنا عندنا طب في مصر وطب متميز، وطب ان هو يجب ان هو يؤقلم ويتحط في شكله الطبيعي. لا، الانترناشونال جايد لاينز مفيدة جدا كستراكشر، لكن we have to assess وتعمل لها communities. واعتقد دكتور اشرف عبد الباسط دلوقتي في كلية الطب العسكرية عامل مجهود جامد جدا، نشكره عليه، على الـ adaptation of international clinical practice guidelines. واحنا دلوقتي بنعمل international Egyptian guidelines. انا كان لي الشرف، وارجو ان يعني تسامحوني في اللي هقوله، انا ما بحبش اقول انا يعني، اول evidence based clinical practice guidelines اتعمل في الشرق الاوسط في افريقيا كان في كليه الطب جامعه اسكندريه سنه 2006. عملنا evidence based clinical practice guidelines واتعمل له affiliation للinternational network of clinical practice guidelines، وطلعنا يمكن over 50 international Egyptian clinical practice guidelines بالذات في الامرجنسي ميديسن، في الهيماتولوجي، في البالمونولوجي. كلينيكال براكتس جايد لاينز مشكلتها انها شود بي ابديتد، وابديتد كل فتره وبيزد على داتا، مش بيزد على مزاجي ومزاج اي حد. لازم يكون في عندي ديزيز ريجستري في مصر،
والديزيز ريجستري ده بيقول ايه هي الداتا اللي ببني عليها انا الكلينيكال براكتس جايد لاينز ده. احنا ما نقدرش ننشئ كلينيكال براكتس، تو بيلد اب كلينيكال براكتس جايد لاينز ده محتاج وقت ومحتاج سنين ومحتاج اكسبرتس ومحتاج فلوس كتير قوي. لكن احنا وي كان modify international clinical practice guidelines according to our situations and according our evidence based. والدكتور مصطفى يعلم هذا جيدا، وانا عارف انه عايز ينقل بس الرساله دي لاطباء المصريين، ما تاخدش اللي اتكتب في اوروبا وتطبقه حرفيا، لكن عن طريق community scientific وعن طريق community professional ممكن نقعد مع بعض ونقرا الجايدلاينز ونشوف ايه اللي يناسبنا according to our circumstances. الفاينانشال سيركمستانسز دي مهمه جدا، الديزيز ريسبونس سيركمستانسز، والتراديشنز. التراديشنز دي من ضمن الحاجات المهمه، الايجيبشن ميديكال تراديشنز دي لازم نحطها في اعتبارنا مهمه جدا. تسلم يا استاذنا. رساله جايه لك من الدكتور وائل بحبح بيقول لك شكرا استاذي العظيم، سلام الاستاذ الاجيال استاذ الدكتور محمود الزلاباني، محاضره اكثر من رائعه. لا 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 ابدا والله، هو بس مجامل، لا دي حاجه بسيطه جدا لا ترقى الى مستوياتكم يعني، لكن اتمنى انها ربنا يبارك فيك. يعني فعلا اسلوب سهل وبسيط ووصل لنا كلنا والله، احنا والله ما بنجامل، انا اقسم بربي هو ده اللي احنا حسناه. انت مش بتجامل بس بتتواضع يعني. ربنا يعزك يا رب. في سؤال لحضرتك، والسؤال ده اتكرر اكتر من مره، حته الهيموليتيك يوريميك سندروم، هل في علاقه بانتيبيوتيك معينه او بانفكشن معينه؟ يعني باختصار كده حضرتك. هو الهيموليتيك يوريميك سيندروم is a very severe life threatening condition بتحصل نتيجة severe toxic bacterial infection معظم الأحيان in a patient vulnerable for renal failure مع hepatic disease. الـ exact cause of why hemolytic uremic syndrome بيحصل، هل هو immune mediated ولا توكسيك ميديتد نتيجه الميكروبيال توكسينز او الفيرال توكسينز بتطلع، مفيش كونكلوسيف انفورميشن، لكن هو سيفير عامل زي السيتوكاين ستورم كده اللي بيحصل في الكوفيد، او بيقولوا انه بيحصل في الكوفيد. السيتوكاين ستورم اللي بيحصل ان سيفير انفكشنز بالذات لما بيكون مع سيفير اميون رياكشن، هو اللي بيدخل الطفل في الهيموليتيك يوريميك سيندروم، لان الهيموليسيس هنا بيبقى غالبا اميون ميديتد، والاكستنسيف هيموليسيس مع الاكستنسيف رينال انسلت بيحصل معاهم اليوريميك مانيفيستيشنز. هي اعتقد وانا بيج بليفر ان ذات ان هو سببه اكتر بكتيريال سيفير بكتيريا وجرام نيجاتيف انفكشن مع سيبتسيميا اكتر منه due to drug release، وان كان في بعض الدراجز ممكن تؤدي الى نفس السندروم اوف هيموليتيك يوريميك سندروم، لكن مش بالشكل اللي احنا بنشوفه في اغلب الاحيان يعني. طيب احنا حضرتك يعني تقريبا في تو كومنتس، بس اول كومنتس برضو من الدكتور، اول كومنت من استاذنا الدكتور مصطفى السعيد، وبيعضد كلام حضرتك وبيقول ان سام undigested food particles is a normal phenomena in young children. صح. ده تأكيد لكلام حضرتك يعني، ومعلومة ربنا يكرمه عليها يا رب إن شاء الله. وإن شاء الله يكون معنا قريب، والدكتور أشرف عباسط إن شاء الله يكون معنا قريب بإذن الله بإذن الله. السؤال اللي عاوز أسأله لحضرتك وبرضه اتكتب عليه كلام في الأسئلة هنا حاجتين. الحاجة الأولانية الأنتي فيرال أو الأسايكلوفير باي نيم والأنتي فانجر، هل لو أنا شكيت إن اللي قدامي دي فيرال فيفر أديهم، أدي الأسايكلوفير وإمتى أدي الأنتي فانجر، أو ليه رول ولا ماليش أصلا؟ حاضر، يعني أشكر اللي سأل السؤال ده لأن سؤال مهم جدا. هو مفيش حاجة اسمها أنتي فيرال دراج، لكن في drug for certain viral infection، يعني في drug for herpes infection، ف
في دراج فور هيباتايتس، في هيباتايتس فيروس، في دراج فور اميون ديفيشنسي فيروس، لكن ما فيش دراج بيشتغل على كل انواع الفيروس زي ما احنا شفنا في البكتيريا كده. عشان كده ما فيش حاجه اسمها، انا اعتقادي ان ما فيش حاجه اسمها انتي فايرال دراج، لكن في سبيسيفيك انتي فايرال دراج، ومش كل انتي فايرال سبيسيفيك بيشتغل على انتي فايرال تاني. الفيروس ده ار ان اي فيروس بيست ولا دي ان اي فيروس بيست؟ هل هو بيشتغل على الفيرال ريبليكيشن اتسلف ولا بيشتغل على الهوست اميون سيستم فبيحسن اميونيتي فبيوقف الفيرال ريبليكيشن؟ الميكانيزمز ار فيري دايفيرس. انا رايي ان مفيش حاجه اسمها انتي فايرال دراجز، والانتي فايرال دراجز اللي تستخدم لازم تستخدم في تيرشري كير ليفل، مش على برايمري وسكندري كير ليفل، ولازم تتعاطى according to specific viral infection indicates this antiviral. وإلا كنا استخدمنا الانتيفيروس الموجودة عندنا for COVID مثلا، ما جربوا انتيفيروس كتير، ولا كنا استخدمنا انتيفيروس كتير أو في الانفلونزا، احنا مش عارفين نعالج الانفلونزا لحد دلوقتي. فما فيش حاجة اسمها انتيفيروس، في specific antiviral drug for a specific viral infection under specific conditions and should not be written by GPs and should not be written by physicians in the front line. It is a prescription of tertiary care physicians. دي واحد. الانتيفانجل infections بنستخدمها في حالات fungal infection. وعلى فكرة invasive viral infections دي very rare، وما فيش حاجة fungal infection دي very rare. وعشان أستخدم antifungal infection for superficial fungal infection دي لازم تستخدم by topical treatment، زي ما استخدم مثلا كده المونيليال oral thrush stomatitis بنديله anti-monilial drug، لكن ما بنديش anti-monilial IV، ما بندوش oral. ده الكلام ده برضو should not be practiced by primary care physicians and should not be practiced by secondary care physicians. It is a drug used in very high selective sessions, زي ال ICUs مثلا، أو in immune compromised patients proved to have invasive fungal infection and not suspected viral fungal infection. فالحاجات دي يعني موجودة، لكن الديسيجن بتاعها should be diverse أو يتساب للتيرشري كير in special situations. آخر حاجة بس، في تحية جاية لحضرتك من أستاذي أنا وهو اللي مربيني ومعلمني، أستاذ الدكتور عاطف دنيا. حبيبي. يعني بيشكر لحضرتك في المحاضرة الرائعة، وهو بيقول لي أنا بعت لك سؤال يا زنون، والله إن ما شفته، وحتى بصيت على الواتس إن يكون بعته لي على الواتس، أنا ما شفتوش، فعذرا بقى دكتور عاطف، ويعني بنشكرك على إن أنت سهران معانا ومتابعنا لغاية دلوقتي، والتحية وصلت لأستاذ الدكتور محمود الزلباني أهو. تحية عظيمة للأستاذ الدكتور عاطف، وهفكره بالذي مضى ويا رب يرجع إن شاء الله نتقابل في أماكن هو عارفها كويس. ربنا يوفقه ويديله الصحة والعافية يا رب إن شاء الله. يا رب ربنا يبارك فيكم وفي أعماركم يا رب ويحفظكم، وإحنا كانت سهرة لذيذة وممتعة، مش عارف أقول لحضرتك إيه، ربنا يبارك فيك وربنا يجازيك كل خير على كل كلمة قلتها النهاردة. يعني ربنا يحفظك، وهيخش معنا الدكتور محمد الشافعي. دكتور محمد، دكتور محمد، انت رحت فين يا دكتور محمد؟ قاعد على البحر. دكتور محمد، احنا متشكرين لحضرتك ولشركة الحكمة، وقبل ما تشكر الدكتور الزلباني بس انا عاوز ادبسك تدبيسة من الاسبوع الاخر ويبينار في رمضان. كان في اسئلة صعبة الدكتور طارق بركات قالها وفي ناس جاوبوا عليها، واحنا وعدناهم ان الناس دي هنديهم مكافآت وجوائز، فشركة الحكمة لازم تشوفوا لنا طريقة ان احنا نكافئ الناس دي، معانا اساميهم ومعانا كل حاجة، فنرجو ان احنا نرتب مع بعض الموضوع ده عشان يبقى تدبيس على الهواء مش في التليفون.
شكرا لحضراتكم جميعا. Thanks so much دكتور محمود. Brilliant as usual our professor. It was amazing lecture. It was amazing presentation. شكرا لحضراتكم قبول دعوتنا ووجود حضراتكم معنا سهر حضراتكم للساعة 11. And on behalf of my company حكمة Pharmaceuticals, I would like to thank you all. وانوايت يو الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد يوم الاربعاء مع عالم جديد مع الاستاذ الدكتور اشرف عبد الباسط بروفيسور اوف بيدياتريكس منصوره يونيفرسيتي والرئيس الحالي لجامعه المنصوره. انا بقيكم كلام دكتور محمود. احنا في حكمه وي ار ا مالتي ناشونال كامباني وي هاف ا كود اوف اثكس اند وي كانوت بروموت اني برودكت اوف ليبل انديكيشن انديكيشن بره الابروفد انديكيشن من الاثوريتيز. كل ده مش عايزين نوصل للايرا اوف انتي مايكروبيال ريزيستنس، نوصل لمرحله محتاجين انتي بايوتكس وفي ريزيستنس موجوده. سو احنا بندليفر لحضراتكم اكروس اور ماركتس وورلد وايد دايفرسيفايد بورتفوليو من الانتي بايوتكس. From the first generation we have Keflex, from the second generation we have Ciclor, from the third generation we have Soprex and Omnicef, Milcomox, Clav, Megamox, Manil, Macrolide, Vetrocan. الويبنز دي مع حضراتكم، حضراتكم بتوظفوها في الابروفد انديكيشن في الاكيوريت دوز عشان ما نوصلش ريزيستنس. كل ده نوصل البراند بروميس لحكمه تو بوت بيتر هيلث ويذن ريتش افري داي. شكرا لحضراتكم مره ثانيه، سهرنا حضراتكم معانا. ثانكس ماتش فور اكسبتنج اور انفيتيشن. ميعادنا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي من الاربعاء الساعه 9 كايرو تايم. صباح على خير يا فندم. شكرا دكتور محمد أكرا. وشكرا لشركه الحكمه وربنا يبارك فيك يا دكتور محمود. وأفضل كلمة جزاك الله كل خير وجزا محمد الشافعي وشركته اللي فعلا نتمنى كل الشركات تبقى كده. أتمنى من ربنا إن شاء الله بإذن الله. شكرا لحضراتكم وشكرا لكل الحضور ونتقابل إن شاء الله الأسبوع اللي جاي بإذن الله على خير. أصبح على خير. رعاية الله. مع ألف سلامة.